السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم فل على كل السادة المشاهدين، مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022. وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي في مباراة مهمة جدا جدا جدا، ديربي مصر بيتلعب بصبغة إفريقية في الهاندبول كرة اليد، بتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد في دولة النيجر. ودلوقتي بداية الشوط الثاني، الشوط الأول انتهى بالتعادل 15-15، وكان شوط ناري جدا جدا ومتكافئ جدا بين الفريقين، وإن شاء الله الأفضل يفوز في الشوط الثاني. دلوقتي شغال بذكر بقى الرياضة، أنا الحقيقة ما نمتش من امبارح، صحيح يعني ما نمتش من امبارح، عمال أفكر من امبارح الفكر، أنتوا عارفين الحاجة الوحيدة اللي تمنع النوم من العين الفكر، فأنا عمال أفكر من امبارح يعني إيه روح الروح، روح البروتوكول، عمال أفكر وأضرب أخماس في أسداس وافتح المعاجم وافتح القوانين وافتح الدساتير وافتح كل حاجة تتفتح، لدرجة ان انا كنت هفتح المندل عشان اعرف ايه هي روح البروتوكول اللي اتكلم عنها الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعليقا على الواقعة الشهيرة بتاعت ماتش الاهلي والبنك الاهلي امبارح، الجون اللي اتلغى للنادي الاهلي. قال لك روح البروتوكول، قال لك هو الجون غلط كده كده وهنتكلم في الموضوع ده، وفي حاجة اسمها بروتوكول الفار، الحكم بقى طبق روح البروتوكول بتاع الفار دي، جديدة لنج، جديدة لنج يا كابتن عصام. وانتوا عارفين مبدئي انا لما بتكلم وبنتقد حد بنتقد الفعل او القول، ماليش علاقة بالشخص. كابتن عصام عبد الفتاح هو يعلم ان انا بحترمه وبقدره، كان واحد من حكامنا العظام وبيمارس دوره دلوقتي بكل احترام وعلى عيني وراسي، كل الاشخاص ليهم عندي احترام. انا بنتقد اللي عمله او اللي قاله، لكن الشخص عشان ما حدش يقولك بس ان تامر بينتقد شخص كابتن عصام، كل الاشخاص عندي لهم كل الاحترام والتقدير، لكن انا الحقيقة مش مسامحك يا كابتن عصام على اللي انت قلته امبارح ده، لانه في رأيي محاولة منك، انا فاهم نيتك، محاولة منك للدفاع عن حكامك، وباعتبارك انت رئيس لجنة الحكام فبتجد في نفسك دايما محاولة لان انت تدافع عن ولادك وتدافع عن حكامك حتى لو اخطأوا، وانا في رأيي ان ده خطأ يا كابتن عصام، لان الدفاع عن الحق قمة الحق، والدفاع عن الباطل قمة الباطل. لما يكون في خطأ مش عيب ان احنا نعترف بيه، مش عيب ان احنا نعترف بيه، لكن العيب ان احنا نداري على الخطأ بخطأ. وبقى عندنا مصطلحات جديدة ما بيستخدمهاش غير الحكام المصريين، مع ان اللعبة بيلعبها كل دول العالم ما بنسمعهاش. ظهر عندنا من كام شهر الحكام المصريين مصطلح الاحتواء، ودلوقتي طلع عندنا مصطلح روح البروتوكول، والله اعلم بكرة هيطلعوا لنا ايه من الجراب بتاع الحاوي، مع ان قانون اللعبة واحد وكل حكام العالم بيستخدموه، ودورك ايها الحكم ان تكون قاضيا في الملعب، لا تستخدم احتواء ولا تستخدم روح البروتوكول ولا تستخدم اي مساعدات خارجية، قانون طبقه بحذافيره وشكرا، كفى الله المؤمنين شر القتال. الحكم الدولي والعالمي والصديق العزيز كابتن جمال غندور، مساء الفل يا كابتن جمال. تمام، مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي لمشاهدينك. وانا عايز اقول لك طبعا انا سمعت المقدمه بتاعتك وانا هنتهج نفس الاسلوب بتاعك، وهو ان احنا نتحدث في الموضوع، ننتقد الموضوع ولا ننتقد الاشخاص اطلاقا. وبالتالي فانا من واجبي ان انا في هذا التوقيت ان انا اتكلم في الموضوع. اتفضل. لازم توضيح الصوره انه تقنيه الفار الناس قعدت قبل ما يقروها يشتغلوا كتير على ان هم كانت طلبات من بعض خبراء كرة القدم بعيد عن الحكام يعني. أي. وكان الطلب انه احنا بنبقى شايفين الصورة واضحة وشايفين الخطأ واضح والحكام في الملعب ما بيشوفوهوش، طب ايه المانع ان احنا نستخدم هذه التقنية عشان نساعد كرة القدم؟ وحصل جدال كبير حول هذه التقنية قبل اقرارها.
صح انها لابد ان تكون في اضيق الحدود، صح، ولابد الا تعطل سير المباراه والا تمنع جزء من متعه كره القدم، وانها كمان ما تتغولش على صلاحيات الحكم في اداره المباراه. الله ينور عليك. وبالتالي احنا لو تفتكر المدارس القديمه، في مدرسه مثلا كانت تقول انه الاخطاء التحكيم جزء من كره القدم، صح، وقالها حتى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق، قال هي جزء من متعه كره القدم. يعني هو الراجل كان عايز يخفف موضوع اخطاء الحكام بانه قال ان هي جزء من المتعه ان احنا تحصل حاله جدليه ونفضل كلنا ايه نحكي. وعلى فكره ده تقريبا كلنا متفقين على ده بالظبط كده. لكن في النهايه انتصر الجانب اللي طبق الفار، وتم تطبيق تقنيه الفار ببروتوكول بلائحه، صح. وعلى فكره يا كابتن جمال، عشان ازيدك من شعر بيت وابقى واقف مع الحكام، مع وجود تقنيه الفار ما زالت هناك اخطاء، سواء الحكام في القرارات العاديه بقى اللي ما فيهاش علاقه بالاهداف زي الفاولات والاوتات والكرانر والحاجات دي، اللي تقصدها التقدير. والفار نفسه حتى في بعض الاحيان بعد الرجوع اليه بيغلط، واحيانا الحكام بيروح يراجعوا وبيرجع بيصر على قراره، صح، لانه ده تقدير، لانه صح. هنا لان ده حكم وده حكم، صح. وده عنده مساحه من التقدير وده عنده مساحه مظبوط جدا، وفي النهايه صاحب القرار هو حكم المباراه، مظبوط. اذا القاعده اللي اتبنت عليها تقنيه الفار هي اقل تدخل اكثر فائده، دي القاعده، وتم تحديد الحالات محدده، تمام. الحالات المحدده دي ما فيهاش لا افتكاسه مننا ولا فيها تطوير مننا، دي ما فيهاش مننا. تقدير ما فيهاش تطوير ولا تقدير ولا افتكاسه. لا انا ولا قصدي ان دي تخرج بره فكره تقدير الحكم او تقدير الفار. لا هي بتقول بالظبط كده، 1 2 3 4 1 2 3 4 يعني ارقام، صح، ارقام. انا هتكلم على نقطه روح القانون، روح القانون دي اللي موجوده، المصطلح الصحيح. روح القانون، انت عارف ان روح القانون لو طبقناه على حاله امبارح يبقى الهدف يحتسب؟ يحتسب بروح القانون من غير فار، صح، ومن قبل الفار. ده انا اسف، وبالفار. لا انا خليني اقول لك، لا انا ماشي معاك، ده يعني انا بفني على كلامك. الاساس هو ايه؟ الاساس هو ايه؟ اساس كره القدم بدون فار، صح. انت عارف ان فكره روح القانون دي بدون الفار معناها ايه؟ او الحالات اللي من ضمنها روح القانون، ان لو كره اتلعبت من غير مكانها، او لو كره اتلعبت وهي غير ثابته والحكم استمر اللعب على ذلك عشان ما يعطلش كره القدم، دي اسمها روح القانون، هي دي روح القانون، صح، برافو عليك. يعني انا لو استخدمت روح القانون هستخدمها لصالح احتساب الهدف، برافو عليك، برافو عليك، صح، لان انا ما بعاقبش اللي اتعمل عليه بالخطا. لا يعني هي روح القانون المقصود بيها ايه؟ يعني القانون بيقول انه كلنا حافظين انه الكرة لازم اثناء التنفيذ تكون ثابته ومن مكانها، انت عارف يعني ايه من مكانها؟ يعني من النقطه اللي حصل فيها الخطا. ده انا على كده كابتن جمال، لو روح القانون بالعكس بقى اللي زي ما شرحه كابتن عصام امبارح، ده انا تقريبا ارجع كل الماتشات اللي حصلت، لانه بالفار رجع الفاول ده اتلعب 2 سنتي بعيد عن مكانه، ونقعد بقى نخش قول لي انهي ماتش كل الاوتات اترمت صح ولاعيب ما دس على خط البتاع او كان مش عارف في المكان بتاع ده، هنخش في مجال لا حد له. هو طبعا خلينا عندك حق طبعا، انا خلينا مستمر ان احنا نتكلم في الموضوع بعيدا عن الاراء، نحترم جميع الاراء طبعا، لا نحترم جميع الاراء بس ونحترم النية، الله اعلم بالنيات، ولكن خلينا احنا الامور الواضحة مش نقف، لازم نقف عندها، صح، لازم نقف عندها، صح. طيب نتكلم بقى على الموضوع في حد ذاته. الموضوع في حد ذاته البروتوكول تم اصداره بتعليمات معينه بامور محدده، بيبدا المبدا والمنهج في انه هناك ثلاث درجات لمعيار تدخل حكم الفار. ثلاث درجات، اسمع دي مهمه، ثلاث درجات. المستوى الاول لو متفق مع قرار الحكم اللي خده في الملعب فيما يتعلق بالاربع حاجات اللي الناس كلها بتحفظها، خلاص مفيش حاجه قررها، تمام، ملوش اي دور، تمام، ملوش دور، ما تمام، مفهوم. طيب المستوى الثاني لو كان القرار اللي خده الحكم في الملعب مش واضح بالنسبه له، يعني يحتمل الصواب والخطا، مش كامل، مش واضح، ملوش دور، تمام،
ما كمان ايه مش مطلوب منه انه يقول له الحكم انت صح ولا انت غلط، ملوش دور. ملوش دور. الصمت هنا معناه انه ايه، ان انا متفق معاك. مفهوم. الصمت معناه ان انا مش هتدخل، الصمت معناه ان انا هسيب كرة القدم الطبيعية تمشي. ايوه. لان انا مطلوب مني لما الناس اخترعوني مطلوب مني ان انا ما افسدش كرة القدم. مليون في المية، مليون في المية. خليك بقى معايا ثانية واحدة كابتن جمال قبل التالتة اللي هي المهمة دي، انا عندي فاصل اجباري بس اذان دقيقة او تلت، نقول الله اكبر ونرجع طيب. نكمل. طيب انا هنفصل. شكرا جزيلا يا كابتن. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وبنعتذر للكابتن كمال الغندورة على ابقائه. مساء الخير مره تانية يا كابتن جمال. لا مساء النور، مفيش عذر، ده اذان العشاء طبعا كلنا لازم وقت الاذان. انا لو معاك حسيت كل حاجه و... صحيح صحيح، ربنا يتقبل منا جميعا، ربنا يتقبل منا جميعا. طيب سيادتك كنت طيب بتشرح لنا قبل الفاصل الحالتين اللي يصمت فيهم الفار وعرفناهم، الحاله الثالثه لا هي درجه التدخل، التدخل عشان يبقى كلامنا دقيق. درجه التدخل في الحاله الاولى اللي هي القرار متفق فيه مع الحكم ماليش دور. الدرجه الثانيه وهي ان انا القرار غير واضح بالنسبه لي، اللي خده الحكم في الملعب ماليش دور، وبالتالي ان القرار اللي خده الحكم في الملعب هو اللي هيتنفذ. تمام. الحاله الوحيده اللي انا بتدخل فيها ان انا اختلف بوضوح مع الحكم. حلو. اختلف بوضوح. يعني ايه بوضوح؟ كلمه الوضوح دي احنا بنفسرها لما نحولها لارقام، يعني على اقل تقدير بنسبه 90% 95% يعني انا مختلف. يعني مفيش شك قوي. يا الشك مش موجود. هو خد قرار وانا مقتنع بعكس القرار. طيب بص، حتى البروتوكول قال لي هنا فيها انا اقول له ايه؟ اقول له مثلا في احتمال انه في ضرب الجزاء. انت ما شفتهاش، ما اقولوش ان في ضرب، تعالى هنا في ضرب الجزاء، ما فيش حاجه تعالى هنا، في حاجه اسمها ايه، في احتمال يكون في ضرب الجزاء. يقول له ليه؟ يعني ايه هي المعايير اللي انت شايفها؟ يقول له لا انا شايف انه اللاعب مد ايده وهو حرك ايده في اتجاه الكوره فتيجي حضرتك انت اقتنعت بكلامه فانت موجود في الملعب عشان برضه توفيرا للوقت، فبتروح عامل ايه؟ تغير قرارك وتاخد القرار اللي انت اقتنعت بيه. تمام. طب انت محتاج تعمل يعني مراجعه اللي هم بيسموها اوفر فيلد ريفيو، بتعمل مراجعه، فانت اللي بتقرر تقول له طب انا جاي اشوف جهز لي احسن لقطه عندك. صح، ويقوم عامل الحركه بتاعه التلفزيون دي اللي هي الفار ورايح شايفها. كل ده اختصارا للوقت. تمام. طيب درجة واحدة بس بتدخل فيها حكم الفار، عشان كده لما تتفرج انت على تشامبيون ليج الاوروبي ولا الدوري الانجليزي ولا الاسباني ما بتشوفش الحكم يخرج بره الملعب. تمام. بتشوف يخرج في حالات نادرة جدا. صح. جدا. بيقعد يتناقش في المايك شوية وبعدين في المايك وبعدين احتمال يخرج ولا صح واحتمال لا وبعدين يرمي القرار. طيب خلينا متفقين بقى على انه ايه هو بقى الحاجات اللي الحكم الفار يتدخل فيها. خلينا نروح لموضوعنا على طول ونروح على الايه الركلات الحرة. اتفضل. على الركلات الحرة، الركلات الثابتة. هو أنا هسألك كام سؤال كده ومع بعض، خلينا مع بعض عشان نستنتج منه. اتفضل. لو الكرة اتحسبت رمية التماس واللاعب راح رمى رمية التماس دي مش من مكانها وجي منها جول، هل يقدر الحكم الفار يتدخل؟ الفار؟ اه؟ المفروض ملوش لا. ملوش دور، لا ده ملوش دور. ما أنا بقول لك المفروض وفقا للبروتوكول لا. طيب الكره ركنيه واتحطت بره القوس واتلعبت وجي منها جول خلاص انتهى الموضوع. ده انا معلش في دي بالذات يا كابتن جمال حزيدك منها اكتر. المثال مثال الركنيه اللي حضرتك تفضلت بيه ده، تصدق ان لو الكره ركنيه وهي اصلا مش ركنيه خلاص انتهى الموضوع؟ تصدق يعني لو كانت خبطت اصلا في رجل هي واضحه جدا ركله مرمى، ركله مرمى الحكم غلط وحسبها ركنيه والركنيه اتلعبت وجي منها جول، جول والفار ما يتدخلش. صح، ما يتدخلش، ما يقولوش بقى ده اصل الكورنر اوت. هي دي اسهل ولا كره بتتحرك مش ثابته اسهل؟ ده هنا في ظلم بين ان الكره اساسا مش ركنيه ومع ذلك الفار ما يتدخلش. لا بقول لك على حاجه ثانيه. اتفضل. طب من باب اولى بقى ان انا لاعب عنده انذار وارتكب مخالفه على حدود منطقه الجزاء بره ومخالفه واضحه جدا تستحق الانذار الثاني وحكم المباراه ما حسبش حاجه، لا يتدخل حكم الفار. صح، في اصعب من كده؟ صح عندك حق، ما يتدخلش الا في حاله الخشونه بتاعت الطرد. يتدخل اذا كان في سبب، اذا كانت الناتج عن الفاول ده طرد. صح، او احتمال طرد. يبقى معنى الكلام ده يا كابتن جمال؟ لا هو معناه في اختلاط الامور. ما اعرفش ايه اللي اتقال، ما اعرفش ايه اللي تم تداوله بين الحكام.
في حاجه ما لا يمكن بحيح اي حال من الاحوال، لان بروتوكول بيتكون من 1 2 3 4 نغلط في تطبيقه. عايز اقول لك انه الركلات الثابته عشان يعني برضه معقوله حكم الفار يبقى مش عارف البروتوكول اللي هو بيشتغل بناء عليه، وكمان حكم الساحه ما يبقاش عارف ان الاستدعاء اللي حصل له ده استدعاء خاطئ فيقول لهم يا جماعه دي حاله ما ينفعش تستدعوني فيها، فالاثنين يقعوا في نفس الخطا؟ هو يفترض ان هم عارفين، لكن احيانا بعض الناس بيدي نصايح، نصايح تودي في داهيه، نصايح تودي في داهيه. يعني في احيانا بعض الناس كده ايه، تبص ليه عنده عنده نزعه انه مثلا ايه، ما تيجي احنا نشغل البروتوكول ده بطريقتنا، عارف اللي احنا بنسميها عندنا كده اللي هو عايز اجود، الفهلوه، عايز اجود التكويت. عايز اجود. ودي على فكره، قابلناها اثناء التدريب في بدايه دخول الفار مع افكار بعض الحكام، وكنا بنرفضها وكنا طيب هسالك سؤال مهم يا كابتن جمال، متعلق بشغل برضو بيك انت، انا مش برضو كلامي ليس فيه اسقاط على اي حد اخر. سيادتك كنت كذا مره رئيسا للجنه الحكام. لما بتكون في هذا المنصب وحكم حصل بسببه جدل، حكم عندك يعني في اللجنه حصل بسببه جدل او كذا، او ربما اخطا او ما طبقش القانون بحذافيره او كذا، هل من ادوارك وانت رئيس لجنه الحكام ان انت شويه تدافع عنه، ان انت شويه تحاول تغطي، مش تغطي ان انت تزور يعني، بس تحاول ما تزودش الهجوم عليه؟ اكيد انا بحاول ادافع عن حكامي، بس بالمنطق وبالاسلوب الصحيح، وهو في هذه الامور انا عارف حضرتك تقصد ايه. الافضل ليا اذا ما كنتش هطلع اقول، الكلام المقنع يبقى مفيش داعي اطلع خالص. لو مش هطلع اقول الكلام المقنع يبقى الافضل ما اطلعش، ويبقى الكلام بيني وبين الحكم في الغرف المغلقه. اكيد طبعا حسابي مع حكامي، وده الافضل، وده الاسلوب الاحسن، وده الاسلوب اللي انا بفضله. ان انا يعني، والناس بتزعل مني ان انا ببقى ظهوري في كلام امور اداريه، امور مستقبليه، امور شرح بنعمل ايه، مفهوم. لكن فكره ان انا اتكلم عن قرارات الحكام على في الاعلام حتى لو كانت خطأ، وبرضه عشان تبقى عارف محاذير، ما اطلعش اتكلم في الوقت اللي القرار فيه صح واستخبى في الوقت اللي القرار فيه غلط. برافو عليك، برافو عليك، صح. طيب اخر سؤال يا كابتن جمال، واسف ان انا طولت عليك. لا اتفضل. دلوقتي حضرتك لو مكان الحكم بتاع امبارح اللي هو كابتن امين عمر، ولو كل الاحترام والتقدير، حكم محترم وكل طبعا حاجه، وجل من لا يخطئ وجل من لا يسهو، اكيد طبعا. وخلصت الماتش، واكيد سمعت الجدل من امبارح للنهارده، وشفت الماتش وفتحت القانون بتاع الفار والبروتوكول، واكتشفت ان انت غلطت، تكتب ده في تقريرك ولا تسكت وتقول خلاص الماتش عدى؟ هي دي، بص ده موضوع خطير جدا جدا، لان اللي هيكتبه الكابتن امين عمر في تقريره يتحدد عليه قانونيه المباراه من عدمها. لو احنا فتحنا الباب، ندي للحكم حريه ان هو بعد ما تنتهي المباراه يسجل في تقريره ان هو اثناء المباراه اخطا، احنا معنى كده ان احنا 90% من المباريات هتتعاد. خد بالك يا كابتن، في فرق ما بين اخطا في تقدير لعبه، وفي فرق ما بين اخطا في تطبيق بند من بنود القانون. انا فاهم والله الفرق طبعا، انت استاذنا. فاهم مقصود بيه، الخطا في تطبيق القانون شيء، والخطا في الاجراءات شيء تاني، او الخطا في التقديرات شيء تاني. بص الموضوع ده خطورته في ايه؟ تعالى انا وانت نقول انه هو خلاص، من غير ما تعالى نقول انا فهمتك، خلاص هو بروتوكول من غير ما تعالى نقول انا فهمتك، هو بروتوكول الفار دلوقتي ده مش ده بقى اصبح جزء من قانون اللعبه؟ انا خايف يا ريس روح البروتوكول يبقى جزء من قانون اللعبه. تحياتي ليك يا استاذ، نورتني وشرفتني، وعايز اشوفك قريب يا كابتن جمال لو سمحت. ان شاء الله. تحياتي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ادي الله وادي حكمته. طيب عشان نختصر الكلام ونقوله نقط وحددها، وعشان ما يبانش ان انا اهلاوي فبالتالي انا بدافع بالحق وبالبطل عن الاهلي. واحد، الاهلي لعب امبارح ماتش مش حلو. اتنين، الاداء بتاع الاهلي كان دون المستوى في رأيي، وكان ممكن جدا البنك الاهلي يكسب لانه اهدر فرص كتير وانفرادات وبتاع. خلاص؟ خلاص؟ تلاتة، انه حسب قانون الكرة القدم، الكرة فعلا لما حطها رامي ربيعة عشان يلعبها الفاول، الكرة فعلا ما كانتش ثابتة ثبات كامل.
كان فيها نسبة تحرك، ودي مسؤولية الحكم، الحكم بتاع الملعب اللي هو امين عمر، انه كان ياخد باله فيصفر ويقول لرامي ارجع ثبت الكرة في مكانها ويلعب. في اكتر من كده قلت الحق، هو الاهلي لعب ماتش وحش وكان ممكن يخسر والكرة فعلا كانت بتتحرك. ولكن اما وان الكابتن امين عمر ما خدش باله ان الكرة كانت متحركة بنسبة وما كانتش ثابتة كاملة، وامر باستئناف اللعب ولفت وشه وراح، والكرة اتنقلت لمحمد مجدي قفشة، وقفشة نقل الكرة لوحيد، ووحيد استلم وراح وانفرد وشاط وجاب جون، مبروك جون. مفيش قوة على الارض تلغي الجون ده، مفيش قوة على الارض تلغي الجون ده طالما الحكم امر ووافق على استئناف اللعب. ده قانون كرة القدم. والفار الاساتذه المحترمين اللي في الفار، متهيألي كان اسمه ميدو، محمد سلامه ميدو الحكم مع كامل الاحترام ليه، يقعد يتفرج على الجون ويسقف، مالوش علاقه. مين اللي قال لك يا كابتن محمد سلامه ميدو ان انت تقول له تعالى ارجع الكره كانت بتحرك؟ مين اللي مكتوبه في انهي كتاب؟ قريتها فين؟ انهي بروتوكول ولا انهي قانون ولا انهي بنود ولا انهي لوائح؟ غريبه جدا جدا. عشان كده انا بقول لحضراتكم كده اللي انا هقولها دي، والله رغبة في الاصلاح مش رغبة في التشويه او النقد. احنا عندنا مشكلة كبيرة في التحكيم المصري، عندنا مشكلة كبيرة في التحكيم المصري. واسألوا الاهلي هيقولك اه، اسألوا الزمالك هيقولك اه، اسألوا كل الاندية اللي في الدوري هتقولك اه. والحقيقة ان الدليل على اللي انا بقوله ده سهل وبسيط. اسأل نفسك كده يا ايها المشجع الكروي، عندنا كام حكم ساحة رايح كاس العالم من مصر؟ صفر. صفر ولا واحد، ولا واحد. الوحيد اللي رايح مساعد راية محترم اسمه ابو الرجال، والظاهر انه رايح لانه ابو الرجال فعلا، ولا واحد تاني. ده دليل على ايه؟ ان الاتحاد الدولي في الاحتفالية الاكبر اللي بياخد فيها افضل حكام من كل قارة، شايف ان مصر اكبر دولة افريقية ما فيهاش حكم واحد يوحد ربنا يصلح انه يحكم، مش بقول لكم يحكم نهائي كاس العالم، ده يحكم ماتش حتى في كاس العالم. ده معناه ايه؟ ان عندنا مشكلة كبيرة. اسألوا نفسكم اسماء الحكام المصريين اللي موجودين في حكام النخبة او الصفوة في افريقيا. صفر. صفر. والدليل قولوا لي كده انهي حكم مصري حكم نهائي الشامبيونز ليج على مدار السنين اللي فاتت؟ مفيش. طب الكونفدراليه؟ مفيش. اخرهم دور الثمانية، لو حد منهم عدى وحكم ماتش سيمي فاينل تبقى معجزه، ولما بيعملها بيعمل كارثه. واسالوا نادي الوداد صعد ازاي من دور الثمانية للسيمي فاينل في البطوله دي بتاعت شامبيونز ليج، عشان كان في حكم مصري بيحكم الماتش وعمل غلطه في حق منافس نادي الوداد. فبالتالي احنا عندنا مشكلة حقيقية. واوحش حاجة يا كابتن عصام عبد الفتاح وانت المسؤول الان عن الحكام في مصر، اوحش حاجة اتعلمتها من وانا صغير ان يبقى عندي مشكلة وما اعترفش بيها، او ان انا دافع عن الخطأ، او ان انا اقول ان احنا تمام وحكامنا زي الفل. حكامنا زي الفل تمام على مستوى ان هم بني ادمين محترمين وبيحاولوا، لكن مستواهم زي الفل؟ لا. احترافيتهم زي الفل؟ لا. بناء على امبارح فهمهم حتى للقوانين زي الفل؟ لا. بداية الحل ان انا اعترف ان انا عندي مشكلة، والحكام في مصر عندهم مشكلة كبيرة. طيب النهاردة البنك المركزي المصري اتخذ قرارا مهما جدا، بس كان متوقعا بعد اسبوعين من رفع البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفايدة 1% على الدولار، كان متوقع جدا ان البنك المركزي المصري يرفع الفايدة كمان هو الاخر بنسبة يقدرها وفقا للحالة المصرفية في مصر. النهاردة البنك المركزي رفع الفايدة على الاقراض والودائع 2%. 2% ده رقم كبير. وعشان انا وانتو مش بتوع اقتصاد، وانا وانتو مش بتوع دولار وما بتاعه، مش عارفين يعني ايه 0.5% ولا 1% ولا غير كذا، خلوني ارحب بمستشارنا الاقتصادي الاستاذ مصطفى جمال.
رئيس قطاع الاموال ببنك مصر. مساء الخير يا مصطفى بيه. اهلا، مساء النور يا استاذ تامر. ازاي ما عليك، ان شاء الله اكون بخير. بخير الحمد لله رب العالمين. ربنا الحمد خليه. لله بساطه شديده، رفع الفايده له فايده؟ اكيد رفع الفايده له فايده. اشرح. اول حاجه رفع الفايده ده بيحافظ على القوة الشرائيه للجنيه المصري، تمام، وبيحمي القوة الشرائيه للجنيه المصري من الضغوط التضخميه. حضرتك طبعا زي ما انت عارف الحرب اللي قامت ما بين روسيا واوكرانيا، في يوم وليله صحينا الصبح لقينا اسعار القمح واسعار البترول اتضربت في اتنين. ده عمل ضغوط تضخميه عالميه، بالاضافه للمشاكل اللي موجوده في سلاسل الامداد في العالم كله في كل المنتجات، تمام. فبالتالي اسعار السلع كلها في العالم وليس في مصر، والجزئيه دي مهمه جدا، ارتفعت بشكل صح. غير طبيعي. صح. لو سيبنا اسعار الفوائد زي ما هي، اللي هيحصل اللي كان هيحصل ان القيمه الشرائيه للجنيه المصري هتتلاشى. هتقل. ده جامد. طب خليني بس في ثانيه كده يا مصطفى بيه اقول لسيادة المشاهدين غير المتخصصين يعني ايه القيمه الشرائيه. يعني لو حضرتك كنت بتنزل ب 100 جنيه عند البقاله او السوبر ماركت تشتري ست سلع، هم ال 100 جنيه هتنزل بيهم لو التضخم زاد والقوه الشرائيه قلت بتاع الجنيه، هتشتري بيهم مش خمس سلع، ربما اربع سلع وثلاثه. مظبوط يا ريس؟ تمام. اتفضل يا فندم. فدي اول حاجه، ده فيما يخص القوه الشرائيه، فده الحاجه الاولانيه، المحافظ على القوه الشرائيه للجنيه. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا بنحمي المستهلكين من الضغط في الطلب على السلع والخدمات. اللي هيحصل ان لما اسعار الفوائد بتزيد الناس هتتجه الى الادخار. صح. فلما الناس هتتجه الى الادخار الطلب هيقل، فبالتالي مش هيحصل ارتفاع في الاسعار. مش هيحصل ارتفاع غير الارتفاع الموجود، ولا مش هيحصل ارتفاع تاني للاسعار. صح بالظبط. فبيبقاش الضغط، لان المعروض هيبقى كتير ساعتها، فمش هينفع يرفعوا سعره. بالظبط. تمام. حضرتك ان احنا بنحاول الطلب لازم يقل على السلع والخدمات. علشان على الاقل يبقى الضغط جاي الخارجي، اللي جاي الضغوط التضخميه الخارجيه هي اللي موجوده بس. طيب. وبالتالي ما يحصلش انفليشن اكتر من اللازم، ما ينفعش تضخم اكتر من اللازم. طيب. تمام. ده على المستوى الايجابي للقوة الشرائية للجنيه ولميول الادخار لدى المواطنين. تمام. ازاي بقى نتلافى السلبيات؟ والسلبيات دي ابرزها طبعا زي ما الودائع بتزيد، الفايدة عليها بتزيد، زيادة 2% على الاقراض. والاقراض جزء منه بيروح للانتاج الصناعي والخدمات الانتاجية وما الى ذلك. فلما الاقراض يزيد يا اما الناس ممكن الانتاج يقل والتوجه نحو التصنيع والانتاج يقل، او ان هم هيزودوا السعر لانه بياخد بفايدة اعلى. اولا حضرتك مش المفروض ان كل الحاجات المنتجة تتأثر بشكل جوهري من رفع اسعار الفوائد. حضرتك الموضوع له شقين. شق يخص الافراد، والبنوك العامة خدت خطوة استباقية من 21/3 من ساعة ما البنك المركزي رفع اسعار الفوائد 1% واصدرت شهادات ب 18%، والغرض منها حماية المودعين الافراد وتعويضهم عن الضغوط التضخمية. صح. ودي كانت خطوة استباقية قبل والحقيقة افلحت. يعني اعتقد انها نجحت. عملت بنسبة كبيرة نجاح. نجحت الى حد كبير في تعويض الافراد. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني فيما يخص القطاع الصناعي، احنا في عندنا العديد من المبادرات. البنك المركزي عامل مبادرات كتيرة جدا باسعار مدعمة، في مبادرات للقطاع الصناعي، في مبادرات لقطاع السياحة. هي مبادرة 5% لسه شغالة يا فندم؟ كل حاجة شغالة يا فندم. تمام. اللي هي مبادرة التنمية الصناعية دي او القطاع الصناعي، كل المصنعين سواء اذا كانوا كبار او صغيرين. تمام. عندهم مبادرات. فانت قصدك ان البديل موجود. فالبديل موجود. يعني هو البديل موجود وقائم، اللي هو خاضع لشروط المبادرة اللي بيصدرها البنك المركزي والمعلنة والمعروفة، واللي هم كل الشركات والعاملين في القطاع الصناعي بيستخدموها. صح. لو الشروط بتنطبق عليه بياخد الفايدة بالأسعار المدعمة، والإنتاج بتاعه ماشي، والمفروض إن أسعاره ما تزيدش، يعني المفروض حاجات مفهوم. كتيرة تحت. فالحاجات دي كلها ما زالت قائمة. مظبوط. وفي فايدة تانية ممكن أنا بتخيلها، لو صح حضرتك تأكدها لي، إنه رفع سعر الفايدة فبالتالي ميل وإقبال المواطنين على الادخار والاستثمار سواء ودائع أو شهادات أو كذا، يقلل بشكل ما الإقبال على العملات الأجنبية. أكيد. صح؟ أكيد. ويحتفظ بالميزة التنافسية للجنيه المصري.
كل ما سعر الفايدة أي عملة في العالم لما سعر الفايدة عليها بيبدأ يزيد بيبقى ليها ميزة تنافسية على العملات الأخرى. مفهوم. بشكرك يا استاذ مصطفى شكرا جزيلا، واوضحت لنا وشرحت لنا وفصلت لنا ما هي الاسباب التي دعت البنك المركزي الى رفع سعر الفايده على الودائع والاقراض النهارده 2%، وشرحت لنا الفوائد اللي هتعود على مش بس الاقتصاد المصري لا كمان على اقتصاد الافراد، وده الاهم بالنسبه لنا دلوقتي في هذه المرحله. طيب تعالوا نروح في نفس السياق نتابع جهود وزاره الداخليه اللي بتحقق تقريبا كل يوم ضربات امنيه ممتازه في مساله ضبط سوق الصرف وضبط ايادي المفسدين المتلاعبين في النقد الاجنبي بغير قانون. في اطار جهود اجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الاموال وتزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على المال العام، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بالغربية والإسماعيلية والبحر الأحمر لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون. مديرية أمن القليوبية وفي الإطار ذاته نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في إقامة مشروعات تجارية على قطعة أرض أوهمهم بأنها ملكه بموجب عقود تمليك مزورة. مديرية أمن الدقهلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ودعا من خلالها الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية التي يقوم بنشر فيديوهات لها على هذا الموقع، وتلقى عقب ذلك تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 2.5 مليون جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الاستيلاء على المال العام نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط سائق بإحدى شركات نقل البضائع استغل طبيعة عمله واستولى على 60 طن سكر خاصة بإحدى شركات تجارة الجملة وتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء واستولى على قيمتها، وهو ما يعد إضرارا بالمال العام. وعلى صعيد ضبط جرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وبحوزته المستندات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار والترويج لأدوية مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لهذا الغرض، وعسر بمسكنه على كمية من الأدوية المستوردة والمهربة قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها ب1.5 مليون جنيه. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بالمنيا وبورسعيد لقيام عناصرها بغسل 39 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. في حملة قومية مهمة جدا انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الحملة دي تحت عنوان اعرف رقمك، بس هو السؤال المهم انهي رقم؟ كلنا عارفين ارقام تليفوناتنا وارقام بطايقنا وارقام عناويننا بيوتنا، لا الحملة دي متعلقة برقم الضغط، قياس الضغط بتاعك، كام واحد فينا يعرف ضغطه كام، وكم واحد فينا يعرف لو ما كانش يعني مريض وبيتعالج لا قدر الله وربنا يشفي كل الناس، كم واحد فينا يعرف اذا كان هو مريض ولا لا، او هو على وش المرض او شفى المرض ولا لا، هل هو من ناس ضغطهم واطي ولا لا وضغطهم عالي ولا لا.
هي دي بالظبط الحملة اللي عملتها الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بالتعاون مع كلية أو جامعة الفيوم وبرعاية شركة حكمة للصناعات الدوائية. معي على التليفون أستاذ دكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب كلية الطب جامعة القاهرة وسكرتير عام الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ. إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير. الحمد لله، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. مهمة جدا الحملة الحقيقة، لأنه فعلا قليل قوي من الناس اللي بتنتبه لأنها تقيس ضغط الدم بصورة منتظمة عشان تقي نفسها شر الوقوع في منطقة المرض لا قدر الله. طبعا حضرتك، هو الأخطر من كده إن في بعض الأطباء، تعرف إن حضرتك أنا كنت رئيس أقسام القلب في الأسرة. تمام. في بعض الأطباء ما يعرفوش أصلا النورمال، يعني الطبيعي المفروض من 90 على 60 لغايه 140 على 90. ففي بعض الاطباء بيعتبروا 90 على 60 ده هبوط في الضغط، ويعالجوه ان هو هبوط في الضغط. يا نهار ابيض. في بعض الناس والله انا شفنا، يعني ده انا مش دكتور وعارف الحكايه، بس عارفها من خبره حياتيه. انا مراتي طول الوقت 80 على 60. 80 على 60 في بعض الاحيان ما لم تكن له اعراض اختلال في وظائف المخ، يعني هبوط او كده، بنعتبر انه ده لور نورمال، لان كل واحد ليه الاقل حاجه طبيعيه. لا تصدق، احتمال يبقى في اختلال في المخ. في هنشوف الموضوع ده. في مشكله دلوقتي ان لقينا ان اللي بيعالج الضغط هم الصيادله. يعني حضرتك، هو الصيدلي بيقيس الضغط وهو بيقرر العلاج. صح. فاحنا عاملين مع الحمله دي ان احنا ندي توعيه وسيرتيفيكت كمان تقييم او شهاده للناس اللي هم الصيادله. لقينا ان مثلا انا في عيادتي لقيت في عيان داخل لي دوت، مش قصه مختلقه، لا ايه، بضغط 180 على 130، ولما قيسه عندي انا في العياده لقيته 134 على 80. وده يفرق، لان هو بمجرد ما يلاقي مرتفع بيديله امبول لازق تجيب له ضغطه في المخ. يا ساتر. فطلعت انا للصيدليه وقلت له لو سمحت قيس الضغط، فحط الديجيتال ده الضغط يعني جهاز بطريقه مختلفه خالص. كانوا عامل زي الساعه. فقلت له ده مش صح. قال لي مش هتفرق كده او كده. اذا فهو ما عندوش المعلومه، فازاي حد هو ما عندوش المعلومه؟ ده بخلاف ان في اجهزه تانية كتير غير دقيقه بتدي قياسات مش منضبطه. كلام مظبوط لحضرتك، لان انا لسه ناشر بحث في اكبر مجله اوروبيه. 83% من اجهزه الضغط، انا بقولها دلوقتي على الهواء، 83% من اجهزه الضغط الموجوده في مصر لا تقيس الضغط بطريقه صحيحه. يا نهار ابيض، رقم يخض يا دكتور. لان طبعا، لان انا حتى لما بعت البحث ده بعتوا لنا قالوا لنا معنى كده ان اي بحث للضغط عندكم في مصر لا يمكن الوثوق فيه. وانا بعت لهم حاجه تجميليه، قلت لهم لا، دي هذه لما بكون بنعمل بحث بنبقى اجهزه كاليبريتد، هو ده الجهه، اي واحد عنده جهاز ضغط ده يبقى كده. هو بصفه عامه الجهاز بقي اكثر دقه مش كده؟ لا، هو طبعا اكثر دقه، لكن دلوقتي بدا يبقى مش موجود في العالم. هو دلوقتي اللي موجود في العالم الجهازين، الانيرويد اللي هو زي الساعه، والجهاز اللي هو ديجيتال. واحنا خدنا جهازين، واحد منهم انا بس مش عايز اقول اسماء في البرنامج عشان ما يبقاش دعايه. لكن احنا اخترنا في الجمعيه جهازين كاليبريتد ومعتمده من كل الهيئات العالميه، وهو كمان فيه مركز في مصر للمعايره، يعني بعد سنه تودهوله شوف اذا كان مظبوط ولا لا. طيب. الفرق ما بينهم كبير جدا جدا. طيب الحمله الناس تعمل ايه؟ مطلوب منها ايه؟ الحمله احنا الحمله بنروح للناس ونقيس لهم الضغط ونشرح لهم الحاجات مبدئيه او بدائيه عن ايه هو الضغط، فلقينا فيه تجاوب كويس جدا جدا في الفيوم. يعني احنا لقينا مثلا معظم اللي كانوا موجودين حتى من الصيادله مستجيبين كويس. طبعا. الدكاتره الامتياز ادينا لهم محاضرات، لقينا ان معلوماتهم مش وحشه. وان كان في بعض الاماكن اخرى كنا شايفين ان الاستجابه مش كويسه. تمام. فاحنا كملنا على الحمله، وقعدنا من حوالي الساعه 8:30 لغايه الساعه 3 بنشوف العيانين، بندي لهم بعض النصايح، بنشوف الصيادله بندي لهم بعض النصايح، بنشوف الدكاتره الامتياز ندي لهم بعض النصايح. واعتقد ان احنا باذن الله، واحنا كنا قبل ما بنبدا بناخد البيزك نوليدج، يعني بنشوف هو معلوماتهم قد ايه.
عشان بعد كده بعد 3 شهور هنعمل تاني حملة ونشوف هل اختلف من الكلام بتاعنا ولا لا، عشان نشوف احنا هنا بنشتغل على الوعي، يعني على الوعي طبعا والوقاية. ممتاز ممتاز. احنا بنقول يعني هو لما يبقى فيه معلومة يبقى هتجيب نتيجة ازاي. بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة الهاتفية وعلى المجهود اللي بتبذلوه في الجمعية، وان شاء الله تأتي بنتيجة كبيرة على مستوى الوعي وبالتالي الوقاية من شر الوقوع في الأمراض جميعا. تقرير عن انطلاق الحملة. النهاردة طبعا اليوم العالمي بتاع ضغط الدم. الحقيقة ضغط الدم ده من الأمراض اللي تعتبر أكثر الأمراض شيوعا، يعني نسبته في مصر يمكن تصل إلى 30%، والحقيقة هو من الأمراض اللي هو ممكن تصيب جميع الأعمار. والحقيقة التوعية اللي احنا بنعملها النهاردة هي خاصة بالمرضى، ودي مهمة جدا، إزاي نتابع الضغط، إزاي نقيسه ونقيسه كم مرة في اليوم، الأماكن اللي نقيس فيها الضغط، يعني برضو مش كل مكان مهيأ إن احنا نقيس فيه الضغط. والتوعية الجزء الثاني من التوعية خاص بالأطباء، إيه هو البروجرام اللي هكتبه للعيان، إزاي نظام المتابعة معاه، وإزاي يختار أنسب الأدوية لعلاج المريض. بالنسبة للمريض احنا ندي النهاردة محاضرات بتقول انت بقى ايه يعني ايه ضغط الدم، يعني ايه بسط، يعني ايه مقام، حاجات علمية وحاجات بسيطة. امتى تعتبر ان انت مرتفع وامتى تعتبر ان انت منخفض؟ لك ان تعلم ان الضغط الطبيعي من 90/60 لغاية 140/90. فالناس لما يبقى 90/60 يعتبر ان عنده ضغط واطي، هو ما عندوش ضغط واطي، ده اقل طبيعي. ولما يبقى 140 مش 120 يبقى ضغط مرتفع فياخد دواء ضغط. فعملنا بحث في جامعة ضغط الدم المصرية، لان اكتر من 30% من الناس اللي عندهم ضغط ما عندهمش ضغط، لانه اتقاس غلط او اتقال غلط. هي احتفالية اليوم العالمي لضغط الدم بتعملها الرابطة العالمية لضغط الدم كل سنة تقريبا في نفس الميعاد منتصف شهر مايو في العالم كله. والاحتفالية بقالها سنتين بتركز على تيمة معينة، وهي اعرف رقمك، اعرف رقمك لمستوى ضغط الدم قد ايه، لان الوعي بان مرض ضغط الدم ده مرض منتشر بيسمى القاتل الصامت لانه بدون اعراض. فكان الغرض من الاحتفاليات الرابطة وتتبناها الجمعية المصرية هي اعرف رقمك عشان نقدر نعمل الوقاية من مرض ممكن الوقاية منه في المستقبل. طبعا احنا دور الجامعه دايما او هو التوعيه، تمام، والعلاج. يعني احنا دورنا اساسا هو التوعيه والتعليم، والتوعيه جزء مهم جدا جدا من دور كليه طب في اي جامعه. النهارده عملنا كذا سيشن او كذا لقاء، اتعمل لقاء مع المرضى وتم عمل توعيه ومحاضرات للمرضى باللغه العربيه عن المرض وعن المشاكل اللي ممكن تحصل منه وعن طرق الوقايه من المرض دون وعن طرق علاجه وعن اللايف ستايل او النمط الحياتي لكل شخص اللي ممكن عن طريقه يتجنب ان يحصل له مرض ارتفاع ضغط الدم. اليوم بيشتمل النهارده على حاجتين، على برنامج توعوي، يعني هندي محاضرات للعامه وللاطباء عشان نوعيهم من كذا حاجة في ارتفاع ضغط الدم، والمرحلة اللي بعد كده هي قياس ضغط الدم والسكر والوزن للمريض بحيث ان هو او حتى للشخص العادي عشان يعرف الارقام دي ويعرف هل هو محتاج وقاية ولا لا، محتاج علاج ولا لا، محتاج يعدل اي حاجة في حياته ولا لا. الحقيقة أنه محاولات الإرهاب القذر والرخيص لن تتوقف أبدا عن محاولة النيل مننا ومن أبنائنا من الجيش والشرطة والمدنيين كمان، وتحديدا في سيناء. لكن اللي يطمنك ويخليك دايما فرحان بأولادك وأبطالك أنه عيون رجالنا من أبطال الداخلية ما زالت يقظة وستظل منتبهة ومدركة لهذا الخطر. والنهاردة أبطالنا في الداخلية في سيناء في شمال سيناء نجحوا في إحباط محاولة انتحاري في تفجير نفسه في كمين أمني في منطقة التلول في شمال سيناء، وتم استهداف الانتحاري وقتله، وتم ضبط معاه حزام ناسف كان مرتديه حول صدره بالإضافة إلى سلاح آلي وقنبلتين، يعني كان مفخخ ومجهز بشكل الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا من الآثار والخسائر اللي كانت هتحصل لو لا قدر الله نجح في مهمته الانتحارية.
الحمد لله أبطالنا ورجالتنا كانوا صحيين وسيظلوا صحيين حفاظا على أمن وأمان هذا الوطن. سنذهب إلى الدرع الثاني والجناح الثاني للأمن والأمان في هذا البلد، قواتنا المسلحة الباسلة اللي كمان أبطالها بيقوموا ببطولات ومهمات رائعة على مدار الساعة في كل ربوع الوطن وأيضا في شمال سيناء وفي كل مكان، ونحن أسبوعيا يوم الخميس نرصد إجمال لكل مهمات وبطولات القوات المسلحة على مدار أسبوع في هذا التقرير. جهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة من أجل حفظ الأمن محليا وإقليميا ودوليا، جهود من بينها شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضا مختصرا للفكرة والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء عملية مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وأشاد القائد العام بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات. واستكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوقار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها، ومقتل 4 أفراد تكفيريين وتم التحفظ على جثثهم لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزاما ناسفا وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة و21 هاتف محمول و3 لابتوب وتابلت. كما التقى في وقت سابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق ركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات. وأشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية جهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية. كما شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلة ووحدات القوات المسلحة. عقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص لخطة تنفيذ البيان والتوجيه التوبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة. يا مساء الورد والياسمين على كل جمهور آخر النهار، وأهلا بيكم فقرتنا الأسبوعية أوف سايد. ويلا نشارك كابتن تامر أمين أفكاره الكروية. مساء الفل. يا مساء الورد. إزيك يا ولاء؟ الحمد لله. إيه الحكاية؟ خير. إيه الدوري المصري أهم وأقوى من أفريقيا؟ جملة صح؟ والله يعني أنا بحب الأستاذ عمرو الحقيقة، بحبه ككاركتر يعني، وطبعا له كل الاحترام، بس مش أقوى؟ هو مين اللي أقوى؟ الدوري المصري؟ الدوري المصري قوي طبعا، بس يعني المقارنة غلط، المقارنة غلط، مفيش حاجة في الدنيا أساسا غلط، مفيش مسابقة دوري محلي تقارن ببطولة قارية.
ايوه بس الاهلي ماشي حلو قوي قوي في البطوله القاريه ما شاء الله مشرفنا، لكن في الدوري المصري اخفاقات 4 مباريات لحد ماشي دي هنتكلم فيها، بس انا بقول لك مبدا القياس دايما، واستاذ عمرو طبعا له كل الاحترام، لازم نعرف انه القياس والمقارنه تبقى ما بين الانداد، الحاجات اللي شبه بعض. يعني يتقال دوري ابطال افريقيا اضعف من دوري ابطال اوروبا واقوى من دوري ابطال اسيا. هنا لانه المقارنه هنا واحده، انت بتتكلمي على النخبه في كل انديه كل بلد في القاره بيلعبوا مع بعض، مستويات الانديه، مستويات وطريقه المنافسه ونظام المسابقه وجاهزيه الفرق للمباريات الافريقيه غير المحليه، وتكدس المباريات المحليه بخلاف بعد المباريات، قصه تانية خالص. طيب احنا هنروح للاهلي بس نتكلم طيب عن اهم فرقتين في الدوري المصري، الاهلي والزمالك. اخفاق في الاداء وحاجه كده زي ما يكونوا بيتعزموا على بعض، مين هينزف نقط الاول حاجه كده. الزمالك لما شفناه يعني امبي وبعدين طلائع الجيش اللي بيحصل برضو. خليني الاول بس قبل ما مدام هنتكلم عن الزمالك، خليني ابارك لنادي الزمالك رغم طبعا وجعي، بس مباراه الهاندبول كنت جايه لك وهقول لك هارد لك والله معلش. لا ما انا سبقت عشان ما اسمعش منك كلمتين. لا ما هو الزمالك اساسا بس عشان نتكلم. طب خلينا ابارك لهم. اتفضل. مليون مبروك لنادي الزمالك ومجلس ادارته وجماهيره، فوز نادي الزمالك بكاس افريقيا لليد، مباراه انتهت منذ دقائق في النيجر 29-28 لصالح نادي الزمالك بعد مباراه مثيره. هو صحيح فرق جون بس الكلام ده بقى هناك قبله، ماتش خلص ومليون مبروك. مليون الله يبارك مبروك في حضرتك يا كابتن تامر، يعني مش برد عليك بقول لك الله يبارك فيك. مليون مبروك للزملكاويه وهارد لك للنادي الاهلي وحلال عليكم كاس افريقيا لليد. بس الحقيقه انه فعلا في كره اليد الزمالك كارثي قوي جدا. صح دي حقيقه. الحقيقه انه السكواد، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ودي خطا النادي الاهلي على مدار سنوات، مش دلوقتي مش النهارده، ده النهارده الاهلي بيحاول يصلح. خدي بالك النتائج دي، ده كده برافو على الاهلي تصدقي ان هو قدر يعمل فرق بس يعني هدف. برافو على الاهلي انه عرف يكسب الزمالك الاسبوع اللي فات في كاس السوبر، ودلوقتي ماشي جون بجون. الشوط الاول خلص 15-15 والماتش دلوقتي خلص 29-28. فانا بقول لك برافو على الاهلي ليه؟ لانه السكواد بتاع الزمالك اي حد بيفهم في كره اليد يعرف انه اتقل بكتير. بالظبط اتقل بكتير، في احمد الاحمر ويحيى الدرع وسيف الدرع وكريم هنداوي احسن حارس مرمى في مصر وقداح احسن ناشئ في مصر. ما هو الاهلي ركز بقى ده غريمه يعني. ما هو انا بقول لك هي دي نتيجه تراكمات 3-4 سنين. والله يمسيه بالخير كابتن طارق محروس، يعني مش عايزين بقى نجيب سيرته دلوقتي. الاهلي فضي فضي من اللعيبه الكويسه، فده نتيجه طبيعيه. فعشان كده انا بقول لك ما عنديش ادنى مشكله، برافو على لعيبه الاهلي ان هم بيقاتلوا، ومليون مبروك للزمالك فوزه بالكاس. باركنا للزمالك على الفوز بالكاس الكؤوس. نرجع بقى لكره القدم، شايف انه عدم التركيز في الماتشات من لعيبه نادي الزمالك، الاخطاء الفرديه الكتير باستثناء احمد سيد زيزو عشان نقدر نديله حقه، انت شايف انه المشاكل اللي حاصله في تجديد العقود وبقاء اللعيبه من عدمه، كل ده كان لازم يتلم جوه اسوار النادي افضل بكتير قوي، لان احنا شايفين فعلا اللعيبه مركزه في عقودها، مركزه في حياتها الشخصيه، ومفيش مش لاقيينهم. طيب. وهم نفس السكواد اللي اخدوا الدوري السنه اللي فاتت. تمام. الدروب اللي حصل في الزمالك على مستوى كره القدم اليومين دول سببهم في رايي حاجتين، واحد خارج عن الاراده، واثنين بايديهم. بايديهم الخارج عن الاراده هي فكره وقف القيد اللي حصل السنه اللي فاتت. دي خلاص يعني. طب اكمل بس يا استاذ. تمام. مش خلاص ليه؟ اي حاجه بتحصل ليها ثمن بيدفع لاحقا، زي ما انا كلمتك دلوقتي، هو الهزيمه بتاعت الاهلي دلوقتي او تفوق الزمالك على الاهلي بصفه عامه سكواد الاهلي فضي سببه الماتش ده؟ اكيد لا. معايا؟ المدير الفني الجديد بتاع كره اليد اللي جابه الاهلي ممتاز، بس هو يتحمل الخساره؟ لا طبعا. سببه الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اللي اداره الاهلي ما كانتش مركزه قوي مع فريق الهاند بول، فكل اللعيبه الصفقات الثقيله مشيت من الاهلي وخدها الزمالك، فبرافو على الزمالك ان هو قوى السكواد بتاع الكادر، واحنا بندفع ثمنه النهارده. كذلك الزمالك، الخبر القرار بتاع وقف القيد، الزمالك بيدفع ثمنه دلوقتي، انا دلوقتي مدير فني واللعيبه اللي في الملعب ما بتاديش. عايز اطلعهم والعب بغيرهم. الصفوف. غيرهم ضمنين؟ ما انا ما عنديش. هي دي المشكلة. أيوة. انه البدائل مش موجودة، اللعيبة اللي على نفس المستوى او حتى قريبة من الاساسي مش موجودة، لان انا معرفتش اجيبها في انتقالات الشتاء اللي فات الميركاتو اللي فات. طب واللي فده السبب الاول. واللي بايديهم ده السبب الايه؟ تمام. الاول خارج عن الارادة لازم نعترف بيه. اللي بايديهم بقى
انه الحقيقه انا شايف ان في تكاسل وتراخي من 90% من لعيبه الزمالك باستثناء زيزو و وطارق حامد. طارق حامد مش في قمه مستواه بس ما بيكسلش، يعني هو بيطلع اللي عنده، بس هو مش فت قوي اليومين دول، او مش ده طارق حامد اللي احنا عارفينه، بس على الاقل ما بيترخاش، بيموت نفسه برضه في الملعب. وزيزو طبعا، زيزو يعني لا ده يعني الحقيقه زيزو فعلا. بسم الله ما شاء الله، اداء ثابت وروح واداء ومواهب وموهبه. انا متاكده انك عايزه يروح الاهلي وتسديد متأكد. انا عايزه بس يحافظ على نفسه عشان منتخب مصر ان شاء الله. بخلاف كده لعيبه الزمالك كلها لازم تقعد مع نفسها، كلها لازم تقعد مع نفسها، لانه في عدم تركيز وتشتت وبعدان عن المستوى، وكمان في غلطه في رايي بيعملها فيريرا ان اللعيب اللي بيبقى مش قوي في ماتش بيقوم شايله الماتش اللي جاي، فبالتالي بيزود فقدانه لثقته في نفسه. خدت بالك من عبد الله جمعه اللي لعبه جناح؟ لا ده المشكله مع ابو جبل. ابو جبل اتهز ماتش قام نزل عواد، عدو لعواد، فعواد نزل في الماتش خسر، فكده ثقه عواد في نفسه تهتز، وابو جبل ثقته خلاص انت اوريدي هزيتها لما شلته من الاساسي. محمود علاء لعب ماتش وحش الماتش اللي قبل اللي فات، قمت شايله الماتش اللي فات، فانت زودت كمان الضغوط النفسيه عليه. انا مش من انصار الحكايه دي، يعني اللعيب اللي عندي اللي عمل ماتش لازم يعمل 7-8 ماتشات ورا بعض وحشين عشان احس ان هو بره خالص فبقعده، لكن مفيش لعيب ما بيعملش ماتشات وحشه، كل الفرق بتعمل كده. فانا في رايي كمان انه فيريرا لازم يدي الثقه لتشكيله الاساسي، لان ما عندوش غيره ال 11 13 لعيب الاساسيين اللي بيعتمد عليهم فيريرا، لازم يديهم جرعه ثقه طول الوقت لان ما عندهمش بديل. طب ما يمكن هو معاهم في اوضه اللبس فبيشوف طريقه رد فعلهم على في التمرين ان هم مش مركزين ومش عايزين يقعدوا اساسا. اخليهم يركزوا، ما عنديش بديل يا ولاء. انت الكلام ده لو عندك بديل، ده انا بضطر العب لما بن شرقي. لا الفكره هنا اداريه اكتر، بستعين بناشئ اللي هو سيد نيمار، وطبعا لسه قدامه كتير، ولد موهبه كويسه بس لسه قدامه كتير. فانا قصدي انه في الحاله دي لحد ما يفتح الميركاتو او القيد بتاع الزمالك ويقدر يجيب تدعيمات في صفوف كتير، لا ما عنديش البديل. الناس اللي بتقولك المسلوشي مش مسلوش، لازم ادعمه، ما عنديش غيره. حازم امام لسه بعيد شويه عن المستوى. المسلوشي طول الموسم وجماهير نادي الزمالك بيدعموه. لا انا رايي، انا بس ده رايي اللي بره، انا رايي ان المسلوشي بدائل موجوده في الدوري المصري احسن منه، فمش ده المحترف اللي الزمالك يستقدمه. لكن بما انه موجود واساسي وبياخد فلوس لازم يديني احسن ما عنده، ولازم ادعمه الى ان اتي ببديل. هو الموضوع اداري اكتر، اللي واضح ان اللعيبه فعلا بتفكر في عقودها وخروجها بره الزمالك. فانا عشان كده بقول لك انه لا، الزمالك الحقيقه لازم دعم للسكواد اللي موجود دلوقتي لانه مفيش بديل عنه الى ان ياتي البديل الاكفى. في اخر مباراه هتف الجمهور الزملكاوي طلعوا الناشئين، صعدوا الناشئين، يعني بس ده قرار صعب طبعا. وإلا ما هو طبعا حاول رئيس النادي طبعا المستشار مرتضى منصور حاول يهدي الجمهور وقال لهم انه صعب في الوقت الحالي، صعب لانه معناها ان انت يعني تستغني تقولي للجمهور خلاص مش هلعب على الدوري السنه دي وهطلع الناشئين عشان ابني مستقبل بقى كمان سنتين ثلاثه، بس ده ما اعتقدش جمهور الزمالك هيرضى بيه. يعني نتمنى ان شاء الله، كان الله في عون جمهور نادي الزمالك. ونروح لحبيبك، الاسبوع اللي فات فقرتنا ما قلت موسيماني، قلت لي ده حبيبي طبعا، لسه حبيبك بعد مباراه امبارح. طبعا حبيبي طبعا، وغياب الأداء الجماعي اللي شفناه من النادي الأهلي امبارح. لا تحاسبوني إلا يوم 31 مايو، ما تكلمونيش عن الدوري لحد يوم 31 مايو. طب وده ينفع؟ ده مش ينفع. نادي كبير زي النادي الأهلي بيحصد كل البطولات، أجي في الدوري ما كلموش إلا لما يخلص. أنا بقول ما تكلمينيش أنا، وبالتالي ما تكلمينيش موسيماني، لأن ده الصح. في أنت عارف في حد أهلاوي أكتر مني يعني بيحب الأهلي لكن انا بقول لك العقل بيقول كده. اوعي تكلمين دلوقتي عن خساره بنتين ولا ثلاث ماتشات في الدوري او كذا او كذا. نتكلم في الدوري يوم 31 مايو الصبح بعد نهايه يوم 30 مايو اللي هو مباراه الاهلي والوداد. لحد الاهلي والوداد ما ينفعش حد يتكلم في حاجه ثانيه. ونعمل لا دماغ الجهاز ولا دماغ اللاعبين ولا دماغ مجلس الاداره، وانا بقول لك دماغ الجمهور. انا امبارح كنت بتفرج على الماتش، اساليهم كده يعني كدا؟ تسالي. والله تسالي دماغي في يوم 30 دماغي في ماتش الوداد، هو ده الحدث الاهم، وهو ده لو اللعيبه مش مركزه فيه تبقى مصيبه. لو اللعيبه مركزه في ماتشات الدوري وناشالين من دماغهم دلوقتي ماتش الوداد تبقى مصيبه. وهروح بعيد ليه؟ في اهم وانجح من يورجن كلوب؟ لا طبعا.
في جوارديولا؟ لا يعني في نفسه يعني على نفس النسق يعني. بتكلم مش في نفس الطريقه في الدوري المصري في زيه يعني؟ لا طبعا. طيب يورجن كلوب وهو بينافس منافسه ضاريه وفاضل ماتشين على الدوري مع السيتي، ماتش واحد كان فاضل ماتشين، الماتش اللي فات والماتش اللي جاي بتاع يوم الاحد. يوم الاحد كل الدوري هيلعب في نفس التوقيت، نفس يوم الثلاث ما اعتقد في ماتش ليفربول مع ساوثهامبتون صح؟ صح؟ ايوه. هو ليفربول كسب 2-1. يورجن كلوب لعب بمين؟ لعب بالبدلة كلهم، صلاح عشان كان في شك اصابه، وفان دايك عشان في شك اصابه قال لك مش عايز، وفابينيو مش عايز، ساديو ماني مش عايز كل اللي مش عايز نزل بمينامينو وبكابيكو وشاكاشيكو واللعيب وجونز وبتاع اللعيبه اللي هي بتلعب بدله البدله. ما احنا قلنا عنده دكه تقيله. بقول لك ايه؟ لا مينامينو مش دكه تقيله وجونز. لا يوم ما بتنزل الولد الصغير اللي اسمه ويوم ما بتنزل لويس دياز ويوم ما بتنزل إليوت. لا الناس دي بقول لك دي مش دكه، انا بقول لك لعب بمينامينو واليوت ناشئ. دول جبابره، اليوت ده جبار اصلا. لا ما ينفعش نقلل منهم ان هم بدله صغيرين. انا بفهمك المنطق. واحد بيحارب على بطولة الدوري وفرق نقطة مع مانشستر سيتي ولعب بالبدلة في هذا الماتش وماتش صعب في أرض ساوثهامبتون، ده معناه إيه؟ ده معناه إنه محدش يكلمه لأن الراجل متشعب في كل بطولة. مش متشعب، محدش يكلمني إلا على ماتش 28 مايو اللي هو قدام ريال مدريد، هو ده اللي بيفكر أبطال. فيه فبيحافظ على صلاح وبيحافظ على فابينيو دفاع مدركة تمام، هو نفس الفكرة يعني. لو كانت عادل يوميها ولا بتاع كانت الناس كلمته وبتاع، هو قال لهم انا تركيزي دلوقتي الحلم الاكبر بالنسبه لي الشامبيونز ليج. حد كلموني على دوري تامر امين، احنا مش هنكلمك غير يوم 31. لا انت فهماني فهمتك. عشان بس الناس تبقى عارفه، انا عجبني جدا امبارح كنت بسمع في الراديو وانا جاي البرنامج هنا قبل ماتش الاهلي، كان في حوار اسمها ايه اون سبورت، اون اف ام في الراديو اون سبورت اف ام، فكان في سامي الشيشيني تمام، عجبني جدا كلامه قبل الماتش ساعة لما الاهلي اعلن التشكيل انه نازل انه مريح معلول ومريح مش عارف مين وبيلعب من غير خط الوسط كله السولية وحمدي فتحي وقالي ديانج، تخيلي فرقة بتلعب بخط وسطها مش مهم وسطها على فكرة مش هو حمدي فتحي عنده ألم في الحوض بس اتنين منهم جاهزين يلعبوا بس هم مجهدين شوية يعني في شك شوية في المجهد. يبقى نشيلهم للوداد. يبقى نشيلهم لإيه؟ للوداد طبعا. ولا هيلعبوا ماتش إسترن اللي جاي يوم السبت لأنه الوداد أهم، هو ده اللي أنا بقوله لك. عجبني قوي سامي الشيشيني امبارح في البدايه اول ما راى التشكيل والمذيع بيقول له بس التشكيل ده والموسيماني مريح اللعيبه وبتاع هو مش مهتم بالماتش ولا ايه؟ فقال له انا لو مكانه اعمل كده هفكر في ماتش بثلاثة بونت ينفع اعوضه لسه قدامي 20 ماتش في الدوري، ولا افكر في نهائي القرن اللي هيحصل كمان 10 ايام واحقق الثالثه على التوالي وابقى نادي اسطوري. العقل بيقول كده اكيد اكيد، بس احنا بنتكلم في حته اداء لمستوى وشخصيه لنادي كبير ومش مباراه امبارح بس، في ثلاث مباريات قبل كده منهم أيوة. المصري خساره. ما هو خدي بالك هو موسيماني مش في مثل المصري بيقول لك صاحب بالين كداب؟ اكيد هو موسيماني بقاله فتره مركز، كان مركز على ماتشين بتوع وفاق سطيف اللي هم جم اثناء الدروب اللي حصل في ماتش المصري وطلائع الجيش ومش عارف ايه والماتش بتاع الوداد، هو ده فترة الدروب دماغ موسيماني واللعيبة رايحة هناك، فبالتالي بيلعب هنا زي بيقولوها كده أداء واجب. وبالمناسبة الأهلي كسب امبارح رغم أنف لجنة الحكام. طيب هنروح للسؤال ده. الأهلي أداؤه مش حلو، بص أهو الأهلي أداؤه مش حلو امبارح وكان عنده مشكلة في الدفاعات بشكل فظيع والبنك الأهلي ضيع 3-4 انفرادات، كل ده صح بس قانون كرة القدم، قانون كرة القدم اللي احنا عارفينه من 70 سنة بيقول ان الماتش امبارح انتهى 1-0 لصالح الاهلي. اللي حصل الخطا فين؟ ده فعل فاعل ان الفار تدخل جميل. بشكل غير قانوني. طيب انا بس دلوقتي عايزه ارجع لنقطه معينه، هي ايه هي؟ اكيد احنا مش بنفرم في موسيماني، على العكس تماما، احنا بنسقف له انه بيوصل للنهائي على السنه الثانيه على التوالي، لكن في حاجه بس اللعيبه بتتحول بتتغير. السنه الثالثه على التوالي. السنه الثالثه انا قلت الثانيه عفوا انا اسفه، الثالثه على التوالي لكن الاداء فعلا لا يرضي احد. هنروح لماتش الوداد ونقول هو اهم دلوقتي خاصه بعد اللي حصل. هقول لك حاجه، ماتش وفاق سطيف هنا الاداء كان لا يرضي احد؟ الاربع اهداف اللي تسجلوا سكتوا اي حد؟ لا سيبك من الاربع اهداف، لا اوعي تبقي زيهم كده اللي بتقيمي بالاجوان. لا انا مش بقيم بالاهداف، انا بقول سكتوا اي حد. انا بقول لك يا استاذه اهو انت شفت الماتش؟ ايوه طبعا. طيب ال 90 دقيقه حتى قبل الطرد بتاع اللاعب بتاع وفاق سطيف اداء الاهلي يوميها كان لا مش. كان مسيطر، كان مستحوذ على المباراه من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، وتمريرات وتحركات أيوة. وفرص. فين الجمل بقى دي ما بنشوفهاش ليه في الدوري؟
ما هو ده اللي انا بقوله لك، ان انا مركز في دي الفنيات، التركيز الجمل والفنيات والجمل والسكواد الاساسي بلعب بيه هنا. تمام، هقول خط الوسط كان مش موجود وقت الماتشات الدوري، انا بلعب بالمتاح، بقول لك اداء واجب وصلوني لحد يوم 30، ده اللي في نفس موسيماني وفي نفس اللعيبه، وصلوني لحد يوم 30. الاهلي انت تقولي لي لو الاهلي في افريقيا وكذا اقول لك موسيماني مش عارف يلعب، مفيش اداء، مفيش جمل، لكن طالما بتطلع عند اللزوم يبقى ايه؟ يبقى انا عايزها تطلع عند اللزوم. يعني قصد فاهم هو بيعمل الراجل. انا بقول لك كلام واضح، روح اسالي يورجن كلوب هيقول لك كلميني عن يوم 28، اسالي موسيماني هيقول لك كلميني عن يوم 30. طيب قصه واضحه. هنسيب دلوقتي بقى من بعد يوم 31 في سؤال انا هاجله ان شاء الله لبعد يوم 31، لازم اساله لك السؤال ده وتقول لي رايك فيه ايه. اتفضلي. لا احنا خلاص هنسيبه، احنا خلاص بقى انت قررت يعني المرافعه دي كلها، وهسالك السؤال هستنى بعد يوم 31 ان شاء الله. ربنا ان شاء الله، ومبارك لك باذن الله، ومبارك للاهلي والمصر كلها ان شاء الله على دوري ابطال افريقيا. مع ان خدي بالك الموضوع صعب جدا جدا جدا، لان الوداد وجماهيره لما يكونوا موجودين قوة شحن خرافية، بس الأهلي قدها إن شاء الله إن شاء الله، وجيبوها بالمغرب إن شاء بإذن الله. الله إن شاء الله. طيب نروح بسرعة بقى للعالمي لأن إحنا ما فيش وقت عندنا. يوم الحد آدي الدوريات اللي تشرح القلب، الجولة الأخيرة ولسه ما اتحسمتش لمين، وممكن بهدف واحد تتحسم هنا وممكن بهدف واحد بين مانشستر سيتي وليفربول. صح طبعا انا عارفه اكيد، وكلنا عايزين صلاح طبعا اولا ياخد هو هداف الدوري. طبعا كلنا، لا انا عايز صلاح ياخد هداف الدوري. انت عايز صلاح ياخد هداف الدوري بس مش عايز ليفربول ياخد مانشستر سيتي الدوري. ماشي. انا مش عايز اكتر، ما مش هنطلع موسم صفري بعد التعب ده كله، احنا تعبنا طول السنه. والله يستاهل يعني. جوارديولا بس تمام، يستاهل جوارديولا. مش احنا ما نستاهلش، حبوش انا الولد ده، حبوش الولد، عارفين عمري عبد الجليدي، حبوش الولد ده. هيومنسون مهاجم توتنهام 21 هدف. لا ان شاء الله هو ماتش صلاح بكره ولا كله الساعه 5 يوم الاحد، كل يوم الاحد، كل الجوله، كل مباريات الدوري. ربنا يستر وما يجيبش جوان الدوري الانجليزي ان شاء الله باذن الله، مش هيجيب اهداف باذن الله. حتى لو جاب جون واحد يبقى على الاقل بالتساوي مع صلاح ما يجيبش جونين ان شاء الله. صلاح يجيب هدفين. لا خد بالك صلاح مش هيلعب. صلاح والله حاسه انه هينزله، هو قال انه مش هيلعب بس ممكن. مش هيلعب يا بابا، اصل الضمه يعني ما يا بابا. يوم 30 تاني، يوم 30 خلاص كلوب. تمام كلوب. ما تكلمونيش غير بعد يوم 31 كلوب. لا انا اسف، كلوب يوم 28 ان شاء الله. ما فيش حاجه في دماغ كلوب، لا هيلعب بفان دايك ولا هيلعب بصلاح يوم ال، بس احنا محتاجينها تتسجل في التاريخ، يبقى صلاح هو الهداف التاريخي باذن الله. هياخد ان شاء الله يا اما لوحده يا اما بكتير او منصفه باذن الله. سون مش هيبقى متالق يوميها او يتعطل في اشاره مرور وهو رايح الماتش اي حاجه. انت بتتوقع ايه؟ قول لي عشان يوم الخميس لما نتقابل مين اللي هياخد دوري. انا متوقع بصراحه، بص الاسهم طبعا والحظوظ كلها رايحه للسيتي لانه الماتش في على ملعبه. حظوظ والسيتي عنده حظ؟ لا حظوظ دي معناها الفرص يعني، بيقول لك ان الماتش في ملعبه واخر مباراه بس هيلاعب استون فيلا اللي بيقودها مين؟ صح. ابن ليفربول البار بس جيرارد طبعا ستيفن جيرارد صح، بس مش هينزل يلعب جيرارد، لكن هيعرف يحمس ويشحن اللعيبه بتاعت استون فيلا حالتهم، ده بيصارع على الهبوط. فانا بقول لك الفرق خرافي ما بينه، ما هو عشان بيصارع على الهبوط ده السبب ادعى ان هو يشد حيله قدام يا بابا. هيشد حيله بس ما عندهمش، انا قصدي مستواهم مش قوي لان هم بيصارعوا على الهبوط، فمعنى كده ان حالتهم هم يعني مش واقعين قوي، مش هيروحوا للهبوط. بس ده غالبا هيخلص 3 4 5 سكور يعني للسيتي، خد بالك بس على العكس تماما، لان ليفربول هيلاعب نورتش سيتي. ايه علاقه اللي انا بقوله ده؟ انا بقول لك ماتش السيتي هيخلص واستون فيلا هيخلص فرق سكور كبير للسيتي. لا طيب خالص مش طبعا. هيقدر هو مين اللي مش هيقدر؟ مانشستر سيتي. طب انا بقول لك اهو، بيقول لي تامر امين فرق سكور كبير، فرق كبير. سكور كبير رغم ان انا ما اتمناش ده، بس انا بقول لك انه فرق سكور كبير يا رب. لا ده اللي هيحصل لانه الفرق المستوى، الا بقى اذا في اراده سماويه يعني خلاص ربنا مش عايز فالكوره مش هتخش، لكن الطبيعي انا بقول لك 3 4 5 هيعمل السيتي، هيعمل احتفاليه يوم الاحد، هيعمل مهرجان اهداف. هتشوف اصل ده العقل بيقول كده، ونحتفل بهداف برضو البريمير ليج ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ما يبقاش رايد والسيتي يتعادل او يخسر، وباذن الله ليفربول ياخد الدوري وصلاح ياخد الهداف. ربنا يوفقك صلاح وان شاء الله هداف الدوري باذن الله. غير كده ومروح. شكرا ومروح. شكرا شكرا لحضراتكم. بعد الفاصل عندنا فقره السوشيال ميديا، فقره جديده اللي عندنا في برنامجنا، وهنتكلم عن كل ستوريز والبطولات والقصص الحلوه اللي على التواصل الاجتماعي.
اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. فقرتنا دلوقتي فقرة انا شخصيا بحبها جدا لانها متعلقة بالحياة اللي كلنا بنعيشها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت زمان بنسميها الواقع الافتراضي، الحقيقة دلوقتي بقت واقع بس انسوا كلمة الافتراضي دي، بقت دنيا تانية عايشين جواها. والفقرة دي الحقيقة احنا كمان بنعملها بمنطق ان احنا بنبعد عن الاعلام وبنخش وبنغوص جوه السوشيال ميديا، هنتكلم بلغتها ونتكلم بقوانينها ونتكلم بمعالم هذه الدنيا الجديده اللي اصبحت واقع بنعيش فيه. خلينا الاول بس ارحب بالاستاذه الكاتبه الصحفيه الاستاذه جهاد الديناري اللي مشرفاني ومنوراني. ميرسي لحضرتك جدا. ميرسي فين يا جهاد؟ انا موجوده معاك اهو. يا سلام، انا موجوده. يا سلام، اخبارك ايه؟ كله تمام. اخبارك ايه مع السوشيال ميديا، عامله ازاي فيها؟ لا انا عشان طبيعه شغلي كمان كنت مركزه، كنت في فتره طويله ماسكه قطاع السوشيال ميديا على في اليوم السابع وصوت الامه وعين وهكذا، فكان ده من صميم عملي ان انا اركز على السوشيال ميديا. كان شغل مش بس تسالي ومواقع وحسابات. بالزبط. كويس. لكن انت بصفه عامه من المدمنين يعني السوشيال ميديا؟ لا مش مدمنه، لكن بتابع السوشيال ميديا وبتابع مدمنين السوشيال ميديا. يعني كم صوره كده بتنزل ليكي في كل يوم؟ كم لا لا والله لا لا من دول خالص خالص. من دول 15 مثلا. يا نهار اسود. لا لا خالص خالص. طيب تمام. ايه اللي بيلفت نظرك في السوشيال ميديا؟ يعني لما بتفتحي كده وتقلبي وبتاع بتقفي عند ايه؟ بص، اصل السوشيال ميديا دي اصبحت عالم. صحيح. فانت بتقف عند حاجات كتير، مجالات كتير قدامك. يعني انت ما تقدرش تقول مثلا ايه، انا هفتح عشان ابص على الرياضه عامله ايه النهارده، هفتح عشان اشوف الاحداث ماشيه ازاي في الشارع. تلاقي حاجه تسحبك انت بالظبط، تغوص بقى معاها. وبعدين انت يعني بتفتح بتلاقي نفسك مع الترند. ايوه صح، اللي احنا بقى فقرتنا النهارده. مظبوط. طب نتكلم عن قبل ما نخش في الترند. اتفضل. بتصدقي السوشيال ميديا بنسبه قد ايه؟ 0%. زيرو. الا لو كانت بمصادر هقول لحضرتك. ما هي خد بالك عشان بس ايه، هي كانت مقروصه لانها كانت مسؤوله عن فكره السوشيال ميديا في بعض المواقع، ففكره المصداقيه بتبقى هي العنصر الاساسي. صح، التوثيق. ان انا في فيديو اشوفه او مصدر برجع لموقع اخباري، برجع لبرنامج وهكذا. انما فكره ان انا اي حد قاعد ورا الكيبورد ممكن يكتب اي حاجه. صح. فما ينفعش ان احنا نصدق كل اللي بيتقال. برافو عليك. طب تصدقي بقى ان انا وصلت لمرحله، انا بصراحه كان زمان علاقتي بالسوشيال ميديا محدوده جدا. بس بسبب انها اصبحت زي ما احنا قلنا واقع اكيد يعني، وبسبب كمان انها بقت مفيده جدا في شغلنا، فانا بقى لي سنتين ثلاثه بركز في السوشيال ميديا وازعم ان انا بقيت جامد شويه. تخيلي ان حتى الفيديوهات لا يمكن الوثوق فيها دلوقتي. الفبركه. يعني انا زمان كنا بنقول ان في حاجه اسمها فوتوشوب، لعبه في الصور، الصور الفوتو. لا طبعا، دلوقتي اكتشفنا انه بيتلعب في الفيديوهات. يعني حتى الفيديو اللي تشوفيه على السوشيال ميديا ممكن ما يطلعش طبيعي. صح. الناس مزبوط. دي مش هي دي. صح. الشخص ده متركب وش غير وشه وبيعمل فعله. صح مظبوط. فبالتالي حتى بيقول لك لما تشوف ما تصدقش. لا وكمان مش الفبركه بس، بقى في فيديوهات مترتب ليها سيناريو. ايوه صح. يعني اللي هو فكره بنحطها ويلا بقى نخش نعملها. مزبوط. والناس تصدق. فالقاعده دلوقتي مش كل اللي تسمعه تصدقه، ومش ولا كل اللي تشوفه بعينك تصدقه. مش عارف نعمل ايه. صح. مش عارفه اصدق ايه بالظبط. ربنا يستر. يلا بينا. هو يعني خلينا في البدايه كده نقول انه كان اسبوعا مليئا بالترندات. طبعا. فطبعا هي الحمد لله ان هي جت على قد الترندات اللطيفه اللايت، ما كانش فيه حاجه يعني سيئه. صح. او فهو اسبوع مليء بالترندات اللايت اللطيفه. كويس. جي على راسها طبعا عيد ميلاد الزعيم عادل امام. سلام. اللي هو بمجرد ما يبقى يوم عيد ميلاده يطلع ترند. طبعا على طول. طبعًا. هو ترند من غير ما يبقى عيد ميلاده. بالظبط. فما بالك بقى كمان عيد ميلاده. بس هو اختلف الموضوع المره دي، لان هو احنا زي ما احنا عارفين هو بقى له فتره غايب عن الشاشه، والناس قد ايه وحشها وجمهوره قد ايه نفسهم يشوفوا صورته ويسمعوا وعايزين يطمنوا عليه. بالزبط. وعلى صحته. فكره ان هو يطلع بصور السنه دي اثرت في الناس جدا. اللي هو انت فتحت كده الهوم بيج بتاعتك بتاعت الفيسبوك لقيت صوره الزعيم وبيضحك صور مع الناس. فرقت قوي. تحس كده بهجه. يعني حتى. صح. الصوره فيها بهجه. عندك حق، مليون في الميه. كان مهم قوي ان الناس تطمن على حبيبها. صح. الزعيم عادل امام، وبعد كل الاخبار والشائعات اللي سمعناها الشائعات السخيفه عن فتره عن صحته وعن مرضه. بالزبط. او كذا، كان مهم ان هو يطمننا عليه. وزي ما انت قلت عادل امام صورته لوحدها بهجه. بهجه. اسمه حتى من غير صور، اسمه لوحده يدعو للبهجه. وعادل امام طبعا يعني تاريخ اعتقد ان صعب حد يكرره، لان هو عمل لنفسه اطار يعني ما اعتمدش على الكوميديا الساخره. صحيح. هو الراجل ده دخل
بقى جان وكسر كل قواعد فكرة مقاييس الجمال اللي احنا عارفينها. مظبوط. بقى اكشن، بقى ليه حاجات سياسية، رموز سياسية جوه افلامه. مظبوط. فهو بقى يعمل افلام مش بس كوميديا. لا لا، هو تقريبا عمل كل الوان الفن والتمثيل. بالزبط. والحقيقة ان كل مجال دخل فيه كان نمرة واحد فيه. صح. يعني لما عمل الاكشن وقت بقى سلام يا صاحبي وحنفي الأبهة، حنفي الأبهة طبعا كان نمرة واحد وقتها. بالزبط. لما عمل الكوميديا طبعا مجاله تألقه. لما عمل السياسة عمل طيور السفارة في العمارة طيور الظلام والإرهابي والسفارة. بالزبط. في العمارة والإرهاب والكباب، حاجة خرافية، أسطورة. فبصراحة أسطورة. قلما يجود الزمان بحد متكامل الموهبة في التمثيل زي عادل إمام. بالظبط. لا وكمان يعني عمل حاجة ما اعتقدش ان هي هتتكرر، ان يفضل بنفس قيمته. ويفضل نجم شباك لاخر لحظة، ويفضل رقم واحد 40-50 سنة بصراحة. بالظبط. بسم الله ما شاء حتى الله. الان كان يعني لغاية اخر حاجة فالنتينو تقريبا، مسلسل فالنتينو، فالنتينو. مظبوط. كان بينافس النجوم الصغيرين اللي لسه طالعين. صح. ربنا يديله الصحة ويفضل يمتعنا دايما بنجوميته. في ترند بقى لذيذ قوي اسمه حفيد الفرعون. حفيد يعني الفرعون. هقولك في مجموعة سفر او شركات سفر عملوا حاجة دعائية، بس هي ضربت بقى معاهم يعني. لان هي عجبت الشباب جدا. انت بتجيب صورتك وبتنقي ملك فرعوني وبتقارن الصورتين ببعض. كويس. ونشوف الى اي مدى احنا كجيل دلوقتي فينا شبه من القدماء المصريين. بالظبط. بالظبط. حلوه دي. ففي بقى ناس تفتح الهوم بيج كده تلاقي ناس فعلا طبق الاصل. يعني ليا صديقتي زميلتي في بعض الصور وانت بتتكلمي اهو عشان الناس تبقى فاهمه قصدنا ايه. بالظبط. كل واحد بيدور على اكتر وش فرعوني شبهه. لا ده في ناس كمان يا نهار ابيض. بقى يا نهار ابيض. كلمني يا خبر ابيض. كلمني ده تحس انه جد خالد النبوي. بالظبط. جده فعلا مش هزار. والله فكرة حلوة تصدقي. لا قول لي ده بقى ايه بقى يعني فاهم. لا بس ده مايكل جاكسون، ده مش جد فرعوني. فاللي هو لا صعبة. انا عايز اقول لك ان هي كمان كانت دعاية بطريقة غير مباشرة. انا ليه اصدقائي اجانب لقيت نفسهم بيقارنوا نفسهم بين الملوك الفراعنة حتى الاجانب. انت هنا عملتي تسويق حلو، عملتي ماركتينج حلو للفكرة. بالزبط. وللاثار والسياحة الفرعونية. لا والله فكرة حلوة. انا عايز اسألك بقى لو انت هتستخدم الترند ده. خلاص تعالى بقى تعالى الناس كده حلوه. هتستخدم عشان الترند ده. وهتختار ملك فرعوني حاسس انه شبهك مين؟ الاله بس. فاكره الاله بس بتاع عادل امام. عريس من جهه امنيه. بالظبط. انا بالزبط. جدي الاله بس. لا بس انا احساسي بيك ان انت اغريقي اكتر. اغريقي. الملامح اللي هي الغربيه اكتر منك. اليوناني بقى لا والله لا انا انا مصري والله. انا مصري طبعا وابويا مصري بس لا يعني اعتقد ان احنا نروح شويه لسكه اللي هو ابر ايجيبت بتاعت زمان اللي هي الابر ايجيبت اللي هي الجزء العلوي من مصر. كان ساعتها السلسال فيه سنه ملون يعني. بس انا حبيبي الاله بس بصراحه. هو يبقى شبهي. حبيبنا كلنا مواطن برضو مع الزعيم. طيب خلينا بقى ننتقل. احنا زي ما بنقول ان السوشيال ميديا ليها ايجابيات وحاجات لطيفة وترويج للسياحة بشكل غير مباشر. في حاجات برضو مش تمام. زي شائعات تسريب الامتحانات اللي هي فقرة كل عام. اللي هو المسلسل اللي ما بيخلصش ده. انا مش عارف هننتهي امتى من قصة من واحنا وليه احنا لوحدنا اللي عندنا الحكاية دي. مش فاهمة يعني. ويا ريته بجد يعني انا بقرا الصحافة بتاعت العالم كله تقريبا عشان بحكم شغلنا بنبص عليها بصفة شبه يومية يعني. مفيش ما بقراش خبر ده ان امتحان الكيمياء في واشنطن اتسرب. بالظبط. عمري ما قريتها. وهو ما بقاش اتسرب بجد يعني رغم كل اللي حصل ده. وقال لك جروبات الغش وسربت واقتطعوا اجزاء من الامتحانات. مش حقيقي. طب ده بيبقى كلها مزيفة. ده بيزنس. بيزنس طبعا. مصيرك دي عصابة. لان انت بتشتغل شغل السوشيال ميديا. اولا انت بيكسبك على السوشيال ميديا ان انت تعمل جروب وتكبر الممبرز او عدد اللايكس وهكذا. فانت تيجي بعد شوية تغير اسم الجروب وتشغله اي حاجة تانية. اوكي. فتبقى عملت له قاعدة. بالظبط. تنزل له فيديوهات فتبتدي يتفتح لك الاد بريك وتكسب من الفيسبوك فلوس. اوكي. ده جانب. الجانب بقى الاخر ان طبعا في بيتم النصب والاحتيال على الطلبه اللي هم زي ما بيقولوا كده عايزين يتعلقوا بالشاي. طبعا ده
طريق مش صح. برافو عليك. النصب عليهم ابعت لي. خليتيني اخد بالي من انا فاكر ان هو هزار في هزار. ما في ترندات باهداف يعني الترند، حتى الترندات فيها بيزنس. يا اما فلوس. ابعت لي ابعت لي على كارت مش عارفه ايه. كلمني شكرا. بالظبط هو ده الموضوع. وطبعا عمره ما كان صحيح وعمره ما كان حقيقي. طبعا. والنهارده وزاره التربيه والتعليم ردت على ده وقالت ان مستحيل في رقابه قويه جدا جدا. ازاي كان بيحصل زمان وقت كان اسمه ايه؟ اسمها ايه الصفحه اللي كانت شاومينج، فاكره؟ بالظبط. صفحه شاومينج دي اللي كانت مروقانا طول الوقت. بالزبط. لحد ما اتجابوا من قفاهم الحمد بالزبط. لله. وهي برضو ده اللي قالته الوزاره النهارده، ان حتى الطالب اللي هيبتدي يصور ورقه الامتحان ويرفعها، لا في حاجات تكنيكال كتير. صح. لا القصه بقت ممسوكه بشكل جيد. بالزبط. واعتقد دلوقتي الناس الطلبه بالذات تركز في المذاكره، لانه الغش بقى يعني مقفول عليه بشكل كبير قوي. بما اننا لسه في الحاجات السلبيه خلينا برضو لسه في الحاجات السلبيه للاسف شوية. للاسف من وجهه نظري. لا بالعكس، هي سلبيه عشان نستفيد منها، احنا مش سلبيه عشان نقول انها وحشه. اللي جاي بقى سلبي مش هنستفيد منه اي حاجه. ساتر. خير. اتنين عرسان مثلا بيحتفلوا بزواجهم بدل ما يعملوا زفه والحاجات اللطيفه دي حتى لو بره مصر. طبعا الحمد لله انه بره مصر الحمد لله. إيه لا هم عملوا بقى فكره جديده خالص. إيه؟ ولعوا في نفسهم. ولعوا في نفسهم؟ بالظبط. يعني لو عرسان في الفرح؟ لا ولعوا في نفسهم. احنا عندنا صور. يا ريت لو موجود. اهو اهو الفيديو اهو. ايه ده؟ متخيل ده الشو بقى بتاعهم. ايه ده الهزار ده؟ يعني فاكرين نفسهم احمد السقا وهينطوا بقى دلوقتي من الطوق بقى وبتاع زي الاسد في السيرك؟ لا ده انا هضايقك اكتر دلوقتي. ايه ده الهزار ده؟ كلمني عن الاحتفال. ملايين المشاهدات بقى. والعروسه اتحرقت ولا ايه؟ ملايين المشاهدات. العروسه اتحرقت. صح انا حسيت كده. انا مش يعني الراجل قام بس كمل الانس كده الفيديو للاخر. لا وهو لو لاحظت هم بيجروا في الاخر، يعني في الاول كانوا بادئين فرحانين وبتاع، ابتدوا يجروا تقريبا النار ابتدت توصل لهم. واضح. وبعدين دخلوا على الجهاز بتاع الاطفاء. استنى بس هنا بسرعه. هو قام العروسه العروسه ولعت. العروسه فحمت. بالظبط. يا نهار ابيض. ده كله عشان يطلعوا ترند. اللي يغيظك اكتر بقى، خدي بالك يا جهاد، القصه دي اصلها انا يعني متهيالي هي شبه حاجات كتير بتحصل عندنا حتى. شوفي رغم انها مش موجوده بس انا الاسبوع ده كلمت الناس عن واقعة كانت سيئه جدا لام عملت عندها بيبيهين، بنت وولد يمكن 3 4 سنين لسه صغيرين، وبتصورهم 24 ساعه منهم بث مباشر وهم بيستحموا وهم بياخدوا لبوس ادق مش التفاصيل بتاع حاجه ادق التفاصيل. هوس فكره الترند ده كل دماغ الناس عشان برضو نرجع لنفس النقطة انه بيزنس. كل ما هتزود المشاهدات. لا بس مش كله بيزنس. انا شهرة وبيزنس. هي الهوس اكتر بيبقى الشهرة. يعني فكرة ان انا ابقى نجمة على السوشيال ميديا والناس تتكلم عني والناس تتكلم عن عيالي ونشوفه مش عارف ايه. فاكرة اسمها ايه اللي كانت بتطبخ في البيت؟ ام نور. ام نور كانت بتطبخ بتنجان وسمك وبتقلي سمك مش في البيت في اوضه النوم على السرير. ده ملوش علاقة. هي بعد كده اتشهرت بس انا قصدي ان هوس الشهرة كل دماغ الناس. بالظبط. يعني دول ممكن ينهوا حياتهم بدل ما يبتدوها. صح. بتوع صح الفرح دول. صح. فلا الناس لازم تاخد بالها من فكره الهوس ان انا ابقى مشهور، لانه الشهره تعمل حاجه حلوه مش ان انت تودي نفسك في داهيه عشان تشتري. هي اما تكون شهره يعني الانسان بيستحقها. مين؟ مش كفته بس انا شفتها بتقلي سمك بتحمر بتنجان بتعمل كل حاجه في اوضه النوم على ومحشي وكل الحاجات على السبرتايه اللي كانت جنب السرير. بالظبط. حاجه فضيحه بصراحه. لا والبلوجرز اللي بيتجوزوا ويطلقوا 3000 الف مره عشان بس ياخدوا الترند والناس لو النور اتطفى من عليهم يبتدوا يعملوا. صح. اي هو العيب حركة بقى جديد. العيب في رايي كمان على ودي نصيحه اتمنى يعني انا بقولها لنفسي والجهاد ولكل الناس، ما تساعدهمش على كده. الناس بقى بتتفرج. ما هو انا لما زي مثلا ام نور دي لما بالزبط. شفتها مره ما ينفعش اخش واعمل لها لايك واشترك في صفحتها واقعد استنى بتاعت لان انا كده بخليها بالزبط. تكمل وتدوس في السكه بالزبط. لو انا اول مره ما اعرفش بقى بتعمل رفض ولا ايه بس المهم لا ولما الاقي حاجه ثانيه سجست كده او اقتراح ان انا اجنور ان انا اتجاهل بتاع هي هتبطل لما صح. تلاقي ما فيش حد. لكن لما تلاقي الصفحات بتزيد والكومنتات بتزيد والله عليك ايه الحلاوه دي. حلاوه ايه؟ ايه ان انا بقى اللي بتنجان في البيت في الاوضه النوم. صح 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 صح. على فكره ده اللي حصل هنا.
في العروسه والعريس اللي ولعوا في نفسهم. وانا قلت لك انا هضايقك اكتر ان هم ولعوا في نفسهم خلاص خلصنا منهم خلاص دول مهاويس. نشروا الفيديو طبعا بعيدا عن ان هي ملايين المشاهدات وملايين طبعا. التفاعل وهكذا. لا الكومنتات بقى اغلبها 95% منها ايجابيه فيه. ايجابيه ايجابيه. انتوا هتبقوا من احسن 10 افراح على مستوى جد. العالم بجد 90%. والحمد لله ان في كاميرا عشان تسجل الحاجات الجميله. 90% من التعليقات أكتر حبت اللي هم عملوه. 95%. يا خبر ابيض. هو ده بقى ضرر السوشيال ميديا جدا. ده اللي يخوف جدا ان الناس بدل ما تقول لهم ايه الجنان اللي انتوا عملتوه ده بالعكس عيب مش عارف ايه. ولا هي طب هي مراته كانت وحشه فكان عايز يقول لها مش عارف انا حاسه كده. الفكره دي سببها ان هو شاف ان دبس فقال لك يلا نولع نفحمها بالمره انها ما قامتش. وواضح ان هي اللي ما قامتش صح. فكان حاطط لها نار بجد غالبا صح. عايزه بقى ايه يعني خلاص كفايه بقى كده زعل وحشه. وحشه. هفرحك انت بقى يلا. في الفقره اللي فاتت انا كنت شايفاك بتبارك للزمالك. بيسبول هاند بول. اوعى فوز الزمالك النهارده ينسيك ترند النادي الاهلي فريق الطائره. صح لانه طالع ترند على تويتر. ايوه فكرني بحاجه. يلا بقى انا جاي اعالج جروحك. والله صح صح. فده كان ترند رقم واحد على تويتر بالظبط. طلعوا هاشتاج ابطال الطائره الاهلاويه. الله. فده كان ترند مكسر الدنيا جدا. انت عارف الاهلي يعني جمهوره مش بس في مصر. صح. الوطن العربي كله. فعشان كده انا فاكر الاهلي ده الاهلي الاسبوع اللي فات مش فاكر اللي فات ولا قبله عملها مرتين. مره اللي انت بتقولي عليه دلوقتي لما عمل ترند فوزنا بكاس افريقيا للطايره. ولما عمل الهاشتاج بتاع ستوب كاف كوربشن بتاع اوقفوا فساد الاتحاد الافريقي. بالظبط. ده كان ساعتها قعد لمده 4 ساعات رقم واحد على تويتر العالم. بالظبط. تويتر مصر. بالظبط. فبصراحه هو النادي الاهلي في حته الترندات دي. وهو طبعا مش ترندات بقى المدفوعه يعني احنا طبعا عارفين الترندات المدفوعه من لا وراه كم من الناس قادرين يطلعوا الترند في لحظه في لحظه. فهو قوي ومؤثر جدا في السوشيال ميديا. تصدقني حبيتك يا جهاد بعد الترند ده. خلاص شوف انا قلت لك انا جاي عليك جروحك. لا لا دخلتي قلبي خلاص بعد ما ظبطتي الترند على الاهلي. حاجة تانية بقى يلا بينا نختم بحاجة حلوة بقى. حاجة حلوة وإنسانية ولطيفة. اتفضلي. أعتقد يعني أغلب الناس شافت الفيديو الخاص بالمغني التركي إبراهيم تايتلز أعتقد اسمه كده أو تاتلس. لا الحقيقة ما شفتش عمل إيه تاتلس. أحكي لك بقى أنا قصته. الراجل ده ليه قصة إنسانية ما عرفناهاش خالص غير من الفيديو اللي اتنشر على السوشيال ميديا. أوكي. احنا رجعنا للإيجابيات تاني. تمام. قصته الإنسانية هي إن الراجل ده كان طبعا من الطبقة الكادحة وهكذا. دخل في مجال الفن سموه أسطورة نجمه عالي جدا ولكن تعرض لأكتر من محاولة اغتيال آخرهم محاولة فعلا. اغتيال؟ بالظبط. ليه؟ لأسباب بقى غير معروفة. أعداء نجاح يعني الله أعلم. يمكن عليه طار؟ يمكن هربان بالظبط. اخر حاجه جات له اصابه في الراس تسببت في شلل فاختفى عن الساحه لمده 12 سنه كل ده مر مرور الكرام عادي جدا. تمام. من اسبوعين والترند لسه شغال. هو طلع في برنامج بعد 12 سنه غياب. طلع في برنامج في احدى القنوات معاه بنته. هو طبعا رفض يغني تماما. فبنته قامت مسكت المايك وقعدت تغني الاغنيه الاشهر ليه. الراجل مش عايز يخش في الحاله يعني مكسوف. خجلان لان هو كان ملك على المسرح. ابتدت بنته بتحركه بادي لانجوج بقى واغاني وبتحمسه وقعدت على ركابها زي ما بيقولوا كده قدامه. ابتدى يغني ويبكي حمسته اكتر. جلجل ايه ده الصوت اللي مش قادر يطلع صوت بقى يعني جاب اخر. لا 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 لا, لا. فيديو انساني رهيب ومعالجته على السوشيال ميديا واستقبال الناس ليه كان رهيب اكتر. يعني انا خدته من منطلق ايه الله ده فنان جميل ليه. لا, لا 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 البعد الانساني اللي انت اللي حطيت ايدك عليه في رايي هو الاهم. ده في حاجه بقى لطيفه جدا جمله قريتها في كومنت. إيه؟ واحد بيقول ايه بقى خدنا في حته تانية خالص. شوف الناس عايزه تخلف ولاد طول الوقت وبتقول ان الولد هو اللي بيشيل اسم ابوه. اهي بنت اهي وشالت ابوها مش اسمه بس. الله. فاللي هي الله رساله ل صدقني انا حبيتك اكتر برضو بس انا بالبنات انا عندي بنتين فعشان كده انا عارف فالله. وانا ليا اخت برضو بس
فكنا احنا بنتين بس، فكان طول الوقت في اتهامات ان لا ولد ما خلفش ولد ده هيتعبوا بعد كده. فالفيديو ده في رساله ورينا كده يا انس كام ثانيه من الفيديو صوت وصوره عشان نحس بالحاله. اخر جمله بدل ما المفروض الكلام انا مش هتصل بيك، قالت له لا انت مهما عملت انا هتصل بيك، وضحكته. لا حلو قوي، انت اتأثرت. اتأثرت جدا عشان ابو البنات برضه. لا يعني طبعا عشان ابو البنات دي قصه، بس لا قد كده المشاعر الانسانيه بتاعت حد ممكن تحس بيها وتاثر عليكي وتخليكي تتخيلي ان انت ممكن تبقي في يوم من الايام كده، والواحد ما يتمناش غير انه طبعا تربيته وزرعته اللي هي اولاده او بناته، على فكره اللي هي عملته ده سواء ولد او بنت مالهاش علاقه هنا بالجنس يعني. صح. بس الامل ان الواحد يوم ما يحتاج ولاده يلاقيهم كده بالظبط، من ساعتها سعاده الدنيا مش هتبقى سيعانة لما حقيقي نحس ان تربيتنا طمرت يعني. حقيقي انا بشكرك والله على الفيديو. رغم ان هو هيدخلني في مود كده بقى لمده 3 ايام بس. لا ارجوك انا جاي افرحك النهارده بس بجد. تسلم ايدك، نورتيني وشرفتيني وانبسطت جدا بالحلقه. انا هنكررها كتير بقى. يلا شد حيلك ان شاء الله. نورتيني يا جهاد. ميرسي لحضرتك جدا يا استاذ. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا حوار في اخر النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. وحشتنا الفقره وحشنا الاستاذ طارق. فقره جديده عن الشركه المصريه للتطوير العقاري، ومنورنا الاستاذ طارق اسماعيل مدير التسويق والمبيعات بالشركه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت مبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله يا فندم. سلام. طيب ما تقابلناش بقى في رمضان والعيد عشان جايب مفاجات كتير المره دي. انت دايما عندك مفاجات يا حبيبي. مبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا فندم كله. طيب بدايتنا دايما وعلشان نبقى متواصلين مع الساده المشاهدين للي ما يعرفش، تمام، مين الشركه المصريه للتطوير العقاري وتاريخها؟ طيب احنا شركه مصريه من سنه 2005 في السوق المصري، تمام. الحمد لله من اوائل الشركات اللي دخلت مدينه مرسى علم. كويس. واحنا الوحيدين اللي لينا اكتر من 10 مشاريع في مدينه مرسى علم. مدينه مرسى علم من اجمل المدن السياحيه، تمام. في 4 مشاريع استلموا بالفعل، منهم مشروع فندق كنز هوليدي، كنز هاوس، المول التجاري، وده اول واكبر مول تجاري موجود في مدينه مرسى علم. هي. كنز مول، تمام. احنا كل دول اتبنوا وتسلموا اتبنوا. بس النهارده في مفاجاه في كنز هاوس بقى، تمام. ايه هي حضرتك؟ احنا كل مشاريع في وسط البلد، يعني لا قبل البلد ب 100 كيلو ولا بعدها ب 100 كيلو، انت في وسط المدينه اللي هي بيسموها الداون تاون. بالظبط كده، انت في وسط البلد بالظبط. هتعمل بيه النهارده كنز هاوس، هو كان مشروع وتسلم وتعمل، عملنا جزء جديد منه 20 وحده. ال 20 وحده دول خلصوا واتفرشوا زي ما حضرتك عارف، احنا بنسلم بالفرش بالاجهزه بالتكييفات بكل شيء. كويس. فندق خلص بالكامل و20 وحده خلصانين بالكامل وجاهزين للبيع. يعني دلوقتي بنتكلم على الفندق ولا المول؟ لا الفندق، كنز هاوس. كنز هاوس، تمام. اللي هو كان اتباع اجزاء منه، اتباع كله، وعملنا جزء جديد بقى 20 وحده. تمام. وال20 وحده خلصوا وكملوا بالشاطئ الخاص بتاعهم، بالفرش بالاجهزه بالتكييفات بكل شيء. ممتاز. وجاهزين للبيع. بس انا قبل ما ابيع بعمل حاجتين. اول حاجه ان انا اجرت الوحدات ديت. اجرتها قبل ما تبيعها. بالظبط. عملت اصعب حاجه. مزبوط. ايه هي حضرتك؟ لما بتشتري اي مكان سياحي تبقى عاوز تستثمره، بتقعد اسبوع اسبوعين وبعد كده بتسيبه، فتبقى عاوز تستثمر، فبتدور على مستاجر. مزبوط. وبتطور فتره الصيف بس لان مفيش حد بيجي في الشتاء. صح. جمال بتاع مرسى علم هي صيف شتاء، مش بس كده، اكتر عدد اجانب مقيمين هناك هي في مدينه مرسى علم. اكبر عدد اجانب مقيمين في مدينه مرسى علم بيشتغلوا هناك في مرسى علم. هي. هناك مرسى علم اجرت الوحدات ديت سنويه وجاهزه للبيع. بتيجي حضرتك يا تامر بتشتري منه، بيقول لحضرتك يا تامر بيع عندك حاجتين، اشتري منك وحده من الوحدات الجاهزه اوريدي متاجره. حلو قوي. بيقول لحضرتك حاجه من الاثنين، ايه رايك حضرتك ان انت تستلم الوحده بتاعتك وما اجرهاش، او حضرتك تاخد انت الايجار بتاعك والعائد بتاعك من دلوقتي، من اول يوم للاستلام ومن اول يوم للتعاقد انت ليك عائد شغال باجرها لحساب حضرتك. يا اما اقول لك لا ما تاجرهاش انا عايز استخدمها. بالظبط. يا اما حضرتك بتقول لي لا انا عاوز استثمرها، اشتريها واسيبها للايجار. بالظبط. يبقى انت استفدت من ناحيتين. حلو قوي. ان حاجتك موجوده واستلام فوري من دلوقتي وكمان متاجره من دلوقتي. مش بس كده، انا بدي حضرتك حاجه اسمها شهاده ضمان. شهاده الضمان ديت ان كل سنه في عائد فوق ال 30% بتستلمه مني سنويا للوحده بتاعتك بتاعه كنز هاوس. الله. 30% سنويا بشهاده ضمان من دلوقتي مع التعاقد، بتاخد مني شهاده الضمان من دلوقتي كل سنه في يعني عائد. انا بشتري دلوقتي منك الوحده
وانت ممكن تأجرها لي من اول يوم بالظبط وبتديني شهادة ضمان متأجرة ايه متأجرة من يعني باختياري بالظبط كده فهمت وان انت بتديني شهادة ضمان لكل سنة على الاقل العائد 30% بالظبط كده يا فندم عائد ممتاز. مكسب لحضرتك ممتاز طب مش ممتاز. طب حضرتك انت عاوز تأجرها عن طريقك هي بتاعتك اجرها عن طريقك طبعا. انا بساعدك طبعا طبعا مفهوم ده اللي احنا عاملينه في كنز هاوس حلو ان انت استثمار 20 وحده 20 وحده بس حلو. تمام دول الاكستنشن الجديد بالظبط دول ومجهزين الاستلام فوري بالفرش بالاجهزه ما انا قصدي ده الاكستنشن الجديد اللي بتضيفوه لكنز هاوس وجهزتوه وجاهزين بمقدم كام بقى يبدا من 10% بمقدم 10% يبدا من 10% يعني النهارده حضرتك هتعمل بيه ب 10% بس تستلم وحدتك بالفرش بالاجهزه بالتكييفات بكل شيء بالايجار ومتاجره حلو قوي النهارده مين بيسلم ب 10% ده انت حضرتك ال 10% ديت ما تجيش قيمه الفرش لا انت كل حاجه جاهزه وتستلمها فوري متاجره من دلوقتي تمام ده بخصوص كنز هاوس لا كويس قوي فاحنا الحمد لله احنا رواد استثمار فندق في مصر دي لعبتنا عارفين بنعمل فيها ايه انتوا مركزين في فكره الاستثمار الفندقي هو الفندق هو افضل حاجه حضرتك زي ما اتكلمنا قبل كده تمرين لما بتروح تقضي اجازتك بتحب الفندق بتحب الشاليه عشان تاخد خدمات فندقيه هاوس كيبنج روم سيرفيس المطاعم كل حاجه كل خدماتك هي بتبقى اسهل للعميل طبعا اسهل واكثر راحه هي الفي اي بي بتاعت العميل هو الفنادق تمام ده بخصوص كنز هاوس طيب المشروع بتاعنا احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو مرسى ادرس ايوه مرسى ادرس ده بقى هو ميدان التحرير بتاع مصر في وسط البلد بالظبط يعني ايه انا حضرتك انت في وسط البلد ده مشروع مرسى ادرس تمام مشروع مرسى ادرس دوت انا مخلص اشرح للناس عباره عن ايه تاني مرسى ادرس مرسى ادرس ده عباره عن فندق الفندق دوت قدامه في جبل الجبل ده احنا استفدنا بيه ان احنا عملنا فوق بحيره من ميه البحر ما هدناش الجبل الجبل طوله 9 متر فوق الجبل فيه بحيره البحيره ديت نازل منها شلال ميه شلال الميه ده عامل كراسي علاج حوالين المشروع بالكامل بالاضافه لست حمامات سباحه بالاضافه الاكوا بارك بالاضافه لكل الخدمات الفندقيه اللي حضرتك كده جوه المشروع فالنهارده انت واخد حاجه اعلى جوده فعلا هتبقى مرسى ادرس جوه مدينه مرسى ممتاز حاجه بسبع نجوم لان الجبل ده انا ما هددوش ما تهددش والبنا استخدمته في اللاندسكيب بتاعك بالظبط لاندسكيب والبحيره يعني حضرتك انت بتعوم فوق البحيره ديت ومرسى علم كلها تحتيه وده ميه البحر بالاضافه لست حمامات سباحه تمام مرسى ادرس بره عشان حضرتك برنامج محترم وقناه محترمه وحضرتك اعلامي ومحاور محترم وتحترم مشاهدينك بجد والله العظيم ده حقيقه طلبت مننا الاوراق كامله صح اخر ابديت للصور اللي ما تثبت ان احنا بنينا لك 65% فعلا بزبط. انا النهارده داخل في مرحله تشطيبات الوحدات مع ان التسليم بتاعي خلال سنتين ومن دلوقتي الوحده داخل بشطبها يعني الوحدات كلها مبنيه انا مش ببني بفلوس العميل صحيح الوحدات مبنيه والعميل بيخش ويشوف وحدته وهي مبنيه صحيح. وبتتشطب دلوقتي صح احنا تمام. بس النقطه اللي قالها الاستاذ طارق دي نقطه مهمه متعلقه ب قدرتنا يعني احنا طبعا بنحاول نساعد حضراتكم كمشاهدين في انه معظم الكلام اللي بيقوله استاذ طارق او كل الكلام اللي بيقوله استاذ طارق قبل ما يجي هنا على الهوا الوكاله والشركه عندنا بتطلب من الاستاذ طارق والشركه ما يفيد صدق كلامه عشان ما نسمحش لاي حد يطلع على الهوا ويدعي كلام مش حقيقي طبعا كل الكلام اللي بيقوله الاستاذ طارق على عهدته الشخصيه لانه يعني صاحب الشركه او مسؤول الشركه لكن احنا بنحاول قدر الامكان نقول له هات ما يدعم كلامك عشان كده بنطلب بعض الوثائق وبعض الصور اللي بتقول مدى انجازات الشركه في المدينه هناك عشان نعرضها لحضراتكم بالظبط عشان حضرتك بتحترم المشاهدين بتاع حضرتك ربنا يكرمك بجد ده دورنا ومسؤوليتنا الله يخليك يا فندم واحنا الحمد لله صادقين في كل كلام وبعدت ما يثبت كل الكلام بتاعنا الحمد لله تمام النهارده بقى احنا عاملين حاجه جديده خالص بالنسبه لمرسى ادرس تمام اخر سعر او اخر عرض عملته لحضرتك الوحدات عندنا بتبتدي من 45 متر لحد 110 متر مظبوط الوحدات بتاعتنا الاستلام بتاعها بيكون سوبر لوكس تشطيب كامل بالفرش بالاجهزه بالتكييفات كل مشاريع بالفرش بالاجهزه بالتكييفات لا بيسموها مفتاح بالظبط كده بالفرش بتاعها بكل حاجه وهيتعمل فيها نفس كنز هاوس برضه العميل لو ما حب ياجر مع الاستلام من اجره من حلو. اول يوم ويستفيد بالايجار من اول يوم تمام زي ما عملنا في كنز هاوس بالظبط تمام الوحدات بتاعتنا حضرتك احنا كنا عاملين 10 وحدات عليها عرض خاص احنا بناخدش مقدم خالص في مرسى ادرس اللي هو استلامه زيرو مقدم احنا بناخد قسط شهري القسط الشهري دوت لمده 10 سنين ما بناخدش حاجه ثانيه لا في دفعه حجز ولا في دفعه مقدم ولا في دفعه تعاقد ولا في الكلام ده كله هو قسط شهري ثابت متساوي على ال 10 سنين ثابت بدون تمام؟ مقدم بدون مقدم نهائي تمام اخر عرض كنت عملته لحضرتك كان 10.5 بدل
مبادر من 10:30 بقى 7:30. الاسعار النهارده حضرتك عرفت العقارات زادت 30 و40%. النهارده مرسى علم زادت فوق 100% عشان القطر السريع ابتدى يشتغل، هيبتدي يعني ابتدى يمشي فيه وهيبتدي يشتغل خلال 1.5 سنة. تمام. القطر السريع ده اشرح للناس اهميته. القطر السريع ده هيوصلك مرسى علم في 3 ساعات، ما بقاش عندك مشكله في ان مرسى علم بعيده. أيوة. 3 ساعات هتوصل في مرسى. أيوة. طريق الجلاله، الغردقه، مرسى علم، الاقصر، اسوان في 4 ساعات. يا نهار ابيض، ده القطر السريع. الدوله مشكوره عامله خطه طرق جميله جدا. شبكه تكال حضرتك شبكه، انت في 4 ساعات تبقى جوه اسوان، 3 ساعات تبقى جوه مرسى علم. انت بتاخدها في 12 13 ساعه بالقطر. بالظبط كده. النهارده حضرتك عشان كده مرسى علم بتعلن 100 و200 و300% السعر، ولسه هيعلى. ليه؟ لان خلاص 3 ساعات تبقى جوه مدينه مرسى علم. مرسى علم فيها الشاطئ الوحيد المصنف على مستوى العالم، شاطئ اسمه شرم اللولي، ده الشاطئ اللي في مصر الوحيد اللي مصنف على مستوى العالم. الشاطئ ده الثالث عالميا في مرسى علم. طبعا مش موجود شاطئ في مصر رقم 3 على مستوى شاطئ العالم، 3 عالميا، الثالث عالميا. مرسى علم الوحيده اللي فيها مطارين دوليين، مطار مرسى علم الدولي، مطار برنيس الدولي. صح. مرسى علم الوحيده اللي فيها محميه الدولفين. حضرتك انت في الغردقه في شرم بتتفرج على الدولفين من فوق، لا حضرتك انت بتعوم معاه، دي مش موجوده غير في مرسى علم، محميه الدولفين دي. مرسى علم فيها كل حاجه جميله بجد، بس احنا كمصريين ما بنروحش عشان المسافه. النهارده 3 ساعات هتبقى في مرسى علم. مظبوط. اتفرج على جبلها. صح. مش موجوده في اي حته في العالم. قول لي بقى كمل العرض. طيب العرض ده، بس قبل ما اكمل العرض انا لسه هدي حضرتك العرض في الاخر، بس هقول لك حاجتين برضه ما بنعملهمش غير الشركه المصريه. اتفضل. اول حاجه ان انا برضه بدي حضرتك شهاده ضمان في مرسى ادرس. زي كنز هاوس. زي كنز هاوس، بس دي لمده 2 سنة. شهاده الضمان دي بتقول ايه؟ بتقول لحضرتك مع الاستلام بتاعك ديك عندي 90% فايده، يعني كل سنه 45. اول سنه زياده 20%. تاني سنة زيادة 20% كده 40%، وعشان استلمت السعر هيزيد 50% بقى 90%. يعني حضرتك انت لو دفع لي في الوحدة 45 متر في خلال 2 سنة 160,000 جنيه هتاخد، وحبيت تبيع مع شهادة الضمان انا بشتريها منك تاني، بدي حضرتك ال 160,000 جنيه واديك 90% من 160,000 جنيه. يا نهار ابيض. زيادة ليه؟ عشان انا عارف دي هتتباع بكام بعد كده، عشان عارف ده هتوصل كام بعد كده. فانت بتكسب وانا بكسب، لان انا ببيع استلام فوري، فحضرتك هتكسب وانا بكسب. فانت بتدي العميل شهاده ضمان عند بالزبط. التوقيع بالظبط، انه بعد 2 سنة لو حب الاستلام يبيع. ما انا بقوله كلام واضح اهو، انه بعد 2 سنة عند الاستلام الوحده لما حضرتك تسلمها له، لو هو حابب يبيعها يبيعها لاي حد، هو حر. لو عايز يبيعها للشركه هتاخدها منه، هترد له فلوسه اللي دفعها خلال ال2 سنة اللي هم الاقساط الشهريه 160 زائد 90% من ال 160,000 جنيه. بالظبط. فايده ليه هو؟ بالظبط كده يا تامر بيه، كمكسب ليه هو؟ ليه؟ لان اسعارها هتزيد، يعني حوالي 140,000 جنيه ولا بالظبط كده، زائد المبلغ اللي انت دافعه اللي هو ال 160,000 جنيه، يعني اخد حوالي 300,000 جنيه، وانا كده كل اللي دافعه 160 وعلى اقساط ودافعهم قسط شهري. قسط شهري، لا انت بتاكلهم مره. فدي حلو. اول فايده انا بديها لك وانت انت بتفعل. عشان انت هنا بتعمل كده لانك متاكد من سعر الوحده دي بعد 2 سنة يبقى عامل ازاي. بالظبط. لان القطر استلمه مجرد ما يشتغل ده هتعلى 300 و400%. مفهوم. فانا باخدها منك وببيعها تاني بمجرد ما استلمت. مفهوم. تاني ميزه ان انا متفق مع اكبر شركه تامين مصريه حكوميه. تمام. شركه التامين دي بتعمل ايه؟ وحضرتك بتعمل التعاقد معايا في نفس اليوم، يعني دفعت اول قسط وعملت التعاقد، بتاخد حاجه اسمها وثيقه التامين. وثيقه التامين دي بتقول ايه؟ ان حضرتك مع اخر قسط ليك 50% من ثمن الوحده، بتاخدها من شركه التامين، مش منك بقى، من شركه التامين المصريه الحكوميه. بتاخدها امتى وثيقه التامين؟ مع التعاقد. يعني النهارده انت ضامن حاجتين، حبيت تبيع بعد 2 سنة انت مش خسران، انت كسبت 90% بفوائدها. تاني حاجه ان انت عندك شهاده التامين بتاخدها مع اخر قسط بتدفعها بعد ال 10 سنين هتاخد 50% من ثمن الوحده كاش من شركه التامين. فالنهارده انت كسبت 50% من اللي انت دفعته. بالظبط كده. فانت كسبت من شركه التامين، وبتاخد الوثيقه في نفس يوم التعاقد. حلو. يعني الوثيقه في نفس يوم التعاقد دي مفيش شركه عاملاها في مصر. احنا الحمد لله شركه التامين اسمها ايه الشركه؟ ما احنا بنقولش اسم الشركه عشان طيب هي شركه تامين مصريه حكوميه. تمام. انا ما بتعاملش مع شركات خاصه. صح. شركه حكوميه. شركه التامين دي عشان تتعامل معايا هي برضه اتاكدت من مباني وتاكدت من شغل وتاكدت انا ايه بالظبط. حلو قوي. ومع اول يوم للتعاقد بتاخد وثيقه التامين دي. وثيقه الضمان منك، وثيقه التامين شهاده التامين مني، وثيقه الضمان مني. بالظبط كده. لا العكس،
شهاده الضمان مني. ايوه انا بقول لك اهو الضمان منك وسكه التامين من شركه التامين وموجودين بتاخدها بنفس اليوم يوم التوقيع بتاع التعاقد بقى مع اول قسط بس ممتاز بتدفع ممتاز. العرض بتاعنا بقى تم ايوه حاجه النهارده اسعار جليد 45 متر بقت قسط شهري 15000 جنيه انا عامله حركة عرض على 10 وحدات تعتبر ببلاش فعلا يعني ده ثالث حاجه بيكسبها العميل إيه؟ بدل من 15000 انا هثبت سعري هيبقى 7.5 قسط شهري يعني خصم 50% 7.5 قسط شهري على 10 وحدات فقط لمشاهدين حضرتك. القسط الشهري على ال 45 متر بدل على الوحده ال 45 متر وكل الوحدات نفس ال 45 متر دي اللي هي تقريبا عامله زي السويت الفندقي مش لا كده؟ هو سويت غرفه نوم ورسبشن واوفيس عشان كده بقولك عامله زي السويت لان بس في 110 ايه في لحد 110 لا ده بقى اللي عايز يبرطع وبرضه ليه خصم 50% كل الوحدات تمام. لا انا قصدي انه الغرفه الفندقيه بتبقى دايما في حدود ال 25 30 متر بالظبط السويت هو اللي بيبقى اوسع شويه بقى بيبقى 40 50 متر ما شاء الله على حضرتك ففي حدود السويت او الجناح الفندقي 45 متر بالظبط كده وكل الوحدات عليها خصم 50% بدل 15000 جنيه على 10 وحدات انا بتكلم هنا سعر المتر ولا القسط لا القسط القسط انا بتكلم قسط القسط المفروض القسط 15000 جنيه على 10 سنين شهريا شهريا انا عامل لحضرتك على 10 وحدات مش هدين حضرتك بدل 15000 7500 وكل المساحات عليها نفس الخصم 50% مع شهاده الضمان بس اللي حضرتك بتقوله ده ينطبق على الوحده ال 45 متر لا على كله لا كله هي اللي 7.5 7.5 بالظبط كده فعلا دي على لكن كل الاقساط الثانيه حاصل عليها 50% بالظبط كده فعلا بالظبط مع شهاده الضمان اللي 90% مع وثيقه التامين اللي بتاكلها 50% من كله لا بصراحة النهاردة جاي بإيدك تقيلة مش إيدك فاضية عشان عليك بس لا إزاي لا إزاي واضح إن رمضان والعيد الحمد لله كنا بنظبط فيه الحمد لله الحمد لله عرض كويس نقوله مرة تانية بدل من 15000 جنيه قسط شهري هيبقى على الوحدة ال 45 متر 45 متر هيبقى على 10 وحدات بدل 15000 7500 جنيه قسط شهري لمدة 10 سنين لمدة 10 سنين مع وثيقة التأمين وشهادة الضمان واستلامك خلال سنتين من التعاقد ووحدتك موجودة وبشطبها دلوقتي ممتاز ممتاز وخصم 50% على باقي المساحات نفس القصه بنفس القصه قسط شهري لمده 10 سنين مع وثيقه التامين مع شهاده الضمان بدون مقدم بدون مقدم اول حاجه هتدفعها قسط بعد شهر هو لا اول شهر وانت بتتعاقد يعني ماشي هو قسط الشهر ده بالظبط كده وانت بتتعاقد مفيش مقدم يعني بالظبط خالص لا بصراحه النهارده عرض محترم ودايما انت شخص محترم استاذ طارق من ذوق سعادتك يا فندم وبسعد بيك دايما معايا انا في انا اكتر يا فندم انا اكتر هل لك اقوال اخرى ده شكرا يا فندم محمد كتاب ما تقوله شرفت ونورت تحياتي لحضرتك وكل الزملاء في الشارع الله يخليك يا شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم خلصت فقرتنا وكمان خلصت حلقتنا وخلص اسبوعنا اشوفكم مساء الاثنين القادم ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم خلوا بالكم من نفسكم